السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد من ملعب الأهلي، أقل من 72 ساعة وإن شاء الرحمن الأميرة السمراء وأميرة القلوب الأفريقية وكل البطولات الأفريقية، ما فيش أهم من دوري أبطال إفريقيا. الأهلي على موعد وقريب جدا بإذن الله، بإذن الله تعالى من الحصول على التسعة بإذن الله. مباراة مش سهلة بالتأكيد، مباراة صعبة بالتأكيد، مباراة يعني هتكون قوية جدا، فيها ندية وفيها عزيمة وفيها إصرار وفيها كل يعني ما يمكن أن تقوله في عالم كرة القدم، لكن في النهاية هي مباراة كرة قدم. الأهلي والترجي في مواجهة يعني مرة تانية وتتقرر بعد سيناريو 2012 على ملعب رادس، وكأن الموضوع أو الأيام بتعيد نفسها، نفس السيناريو أو قريب منه شوية في النهائيات اللي كانت ما بين الأهلي والترجي مرتين، وكأن الأهلي موعود مع الأندية التونسية في دوري أبطال إفريقيا. البطولة اللي بدأت أو النهائي اللي بدأ ب 2005 وكانت أول نهائي ما بين الأهلي والأندية التونسية مع النجم الساحلي في سوسة كان اللقاء الأول، وعلى استاد الكلية الحربية كان اللقاء الثاني، وفي 2006 بيتقرر المشهد والمواجهة المصرية التونسية مع الصفاقسي المرة دي في 2006. الأولى كانت العكس المرة دي على استاد القاهرة 1-1، والتانية كانت على استاد رادس للمرة الأولى بقى في النهائيات ما بين الأهلي والأندية التونسية. وكمان بعد كده بيتكرر المشهد مرة تانية في 2007 مع النجم الساحلي، ثلاث نهائيات ورا بعض 2005 و6 و7 الأهلي بيواجه أندية تونسية. لكن في 2012 كان الفريق مختلف، المرة ديت كان مع الترجي التونسي على استاد رادس، يتكرر المشهد من جديد مع الترجي التونسي. مفيش شك ومفيش كلام إن المباراة هتنتهي وهتبدأ وهتنتهي وكونها مباراة كرة قدم هيستمتع بها كل عشاء الكرة المستديرة في كل أنحاء إفريقيا، في الوطن العربي أجمع، في كل العالم، في كل أنحاء العالم. هو نهائي يجمع ما بين أقوى فرقتين على المستوى القارة في الوقت الحالي بالتأكيد، يمكن كمان في العشر سنين الأخيرة، الأهلي والترجي التونسي. يعني أنا مش عايز أقول كالمعتاد والناس اللي بتكلم كتير أوي في الفترة الأخيرة على المباراة الأولى والقرارات اللي رايحة من الكاف واللي طالعة من الكاف، والكاف أكنه يعني مثلا حماسي أوي معانا وسريع أوي في قراراته معانا يعني، لكن احنا عبر تاريخنا مثلا مع الكاف تحديدا، أي منطقة أو أي مباراة أو أي مرحلة تم فيها يعني حاجات غريبة في عالم كرة القدم كان الكاف بياخد راحته على الآخر، يعني وبيقعد له 48 ساعة 72 ساعة 96 ساعة أسبوع 10 أيام عبل مس يدوبك ما ينظر في أمرك وتقدم مذكرة وتظلم، وبعد كده يشوف الدنيا هتنعقد إزاي ولجنة الانضباط ولجنة معرفش إيه وإيه وإيه وإيه، وفي الآخر بتطلع القرارات عادية جدا يعني. وهنروح بعيد ليه؟ يمكن الترجي التونسي وهو بيواجه مثلا أول أغسطس عبل ما لجنة الانضباط اجتمعت وقررت يعني إيقاف الحكم اللي هو الزامبي او سيكازوي يعني على اثر الهدف الصحيح طبعا بتاع اول اغسطس، بتاخد وقتها بشكل كبير جدا. لكن المره دي الكاف سريع جدا وتحركات رهيبه جدا وضغوط من كل الاتجاهات، والحقيقه يعني كل عناصر اللعبه او المنظومه التونسيه اجتمعت على كلمه واحده، يعني لهم حق ما لهمش حق، لكن في النهايه قدروا ان هم يجتمعوا مع بعض بشكل كبير جدا، لدرجة ان جماهير الافريقي التونسي راحت الغريم التقليدي والاساسي والرئيسي في مع الترجي التونسي، راحت تمرينات للترجي التونسي. بغض النظر عن القرارات وبغض النظر عن احقيتها او قانونيتها او ماذا تم فيها، يعني ايا كان الوضع بقى، ايقاف وليد ازارو تتفق مع التيشيرت تختلف مع القانون، يعني ايا كان الوضع يعني، لكن في النهايه ده قرارات الاتحاد الافريقي انتهت. وانا بقول لكم خلاص يعني الموضوع منتهي يعني، لكن بتاع وليد ازارو الموضوع مباريتين منتهي، لكن الاتحاد الافريقي كان سريع جدا في الموضوعات اللي زي كده، على عكس مثلا ان في حاجات حصلت كتير جدا معانا احنا تحديدا، يعني على يعني انرامو او السنه اللي فاتت على الاقل مع الوداد المغربي، او حتى في مباراه جمعتنا ما بيننا وما بين الرجاء المغربي وكان الحكم برضو جزائري كان اسمه كريم داحو لو تتذكروا، يعني الرجاء المغربي لعب حوالي بتاع دقيقه ونص ولا 50 ثانيه، او اسف حوالي بتاع دقيقتين، 12 لعيب يعني، في واحد كان اتعور وبعد كده يعني خرج من على الخط الثاني، المدرب بتاعهم مش فاكر كان اسمه ايه نزل واحد مكانه، وبعد كده الحكم سمح للي متعور ده ان هو ينزل، قعدوا يلعبوا حوالي بتاع دقيقتين ولا حاجه، وفي مباراه كنا لازم نكسب كان النظام فيها بياخدوا اول المجموعه، ومع ذلك الاتحاد الافريقي قال عادي ومفيش مشكله خالص يعني.
حتى الحاجات اللي بتطلع في الوقت الحالي، يعني ان في بكره كلام هينظر في رفع ايقاف فرانك كوم وشمس الدين الزوادي، ده على اساس ايه اساسا حتى الكلام ده بيتقال؟ ده على اساس مثلا ان هي مخالفتين كانوا عاديين، يعني شمس الدين الزوادي والراجل كان قاعد على الدكه وبعد كده الحكم جاله اداله انذار من غير ما يعمل اي حاجه خالص، او فرانك كوم مثلا يعني ما اداش كوع مباشر لاسلام محارب على الخط وكانت كفيله ان هو ممكن تعوره او تخليه يغيب عن الوعي، يعني دي بتاعت فرانك كوم، يعني الراجل كوم يعني كوم كوع جامد جدا في وش اسلام محارب، يعني كانت الصوره باينه جدا وواضحه جدا ومش محتاجه لتعليق ولا محتاجه ان انت تشوفها مره وثانيه وثالثه وعشره، يعني الصوره باينه جدا يا سمير، باينه جدا الحاجات ديت، فالحاجات دي بتبقى واضحه. القانون يعني بص انا عايزكم تشوفوا ايد كوم فين، يعني ايده فين، انت بتتكلم على ايه او هتناقش ايه، هتناقش ايه، يعني انت بتناقش ايه ولا بتتكلم على ايه ولا بتستعرض ايه، ايه دي يعني في الكرة، ايه دي الوش اللي راجع لورا ده، راجع ورا من كدمة او من خبطة لقيت كوم بالراجل اللي هو رقم 30 ده، هتناقش ايه حضرتك، بتتكلم في ايه حضرتك، ده على اساس ايه؟ سيبك ان هي صح ولا غلط، ده انا بتكلم كمان ان هي ممكن تروح لابعد من ان هي انذار، يعني اغلب الاحوال بيدوها انذار، لكن انت هتناقش دي في ايه وهتتكلم في دي وايه حكايه ان الحاجات دي تطلع اساسا، يعني تطلع في الوقت الحالي اساسا، يعني وانت داخل على مباراه بينك وبينها 72 ساعه، ايه توتر الاجواء والمناخ ده؟ الثانيه بتاعت شمس الدين الزوادي واضحه جدا، يعني واضحه جدا برضو اللي وصل للكوره هو وليد ازارو، فانت بتتكلم في محاوله فرصه محققه او داخل على منطقه خطر، وبالتالي بتستخدم التاكلينج اللي هو ده قدامك، تمام؟ فالانذارين او الكارتين صحاح مليار في الميه، يعني اللي وصل للكره الاول هو وليد ازارو. طيب هل احنا مالناش؟ بصوا كل حاجه عندنا، كل حاجه عندنا ليها مثيل، سبحان الله. يعني انا عايز اقول لكم ان في نهايه 2007 البطوله، فاكرينها انتوا البطوله بتاعت بطولة الأهلي والنجم الساحلي، كانت بطولة مش عايز أقول سهلة، يعني الأهلي كان متعادل مع النجم الساحلي في سوسة 2-0-0، وبعد كده العرجون بقى الحكم المغربي، يعني اللي مشدود ده محمد بركات، بص الشرطة فين؟ الشرطة ده كان لازم في أستك أكيد، لأنه لو مش مربوط كويس كان بركات كان هيبقى شكله وحش قوي. فاللي شده ده تخيلوا ده مين؟ ده مجدي تراوري على فكرة، ده المدرب المساعد بتاع معين الشعباني، اللي شادد بركات ده مجدي تراوري، ده المساعد بتاع معين الشعباني، والحكم الكاميروني كان مقلبس كده ساعتها، حكم كاميروني اللي هي دي قدامنا على الشاشه على طول، يعني دي كانت في اخر اللقاء، يعني تقريبا في الثمانينات كده، يعني في الدقيقه حاجه و80، يعني تلاقي حكم جاي يجري كده على طول شد، طبعا ده مجدي تراوري رقم 18، ده مجدي تراوري، بصوا اللي هو المدرب المساعد لمعين الشعباني، كمل بص شد باينه جدا، يعني مع ذلك يعني الحكم ما اداش ركله جزاء، الحسابات النهائيه ركله تبقى كسبان 1-0 غير لما تبقى متعادل غير لما تبقى متقدم بهدفين وهكذا. افقدك لعيب هو العنصر الاهم في الفتره ديت للنادي الاهلي، عنصر كان بيعمل رتم في الاداء مش طبيعي اللي هو محمد بركات، بيحولك من حاله لحاله وبيديلك افضليه على طول، وحاجه كانت رهيبه جدا في الكوره بصراحه محمد بركات. فالراجل ما اداش ركله جزاء، لا كمان يعني باينه من هنا جدا، هنا اقف هنا، يعني اللي قبلها كده قبل خطوه، بص الشورت فين؟ فبركات لو مش لابس شورت باستيك كان الشكل هيبقى وحش جدا، فربنا سترها الحمد لله رب العالمين. فانت عندك حاله زي دي مثلا في نهايه 2007، وبعد كده الحكم ما اداش ركله جزاء، وبص اللاين مان فين، بص الرايه بتاعته واضحه جدا وباينه جدا من هنا، وما حسبش حاجه، ومع ذلك ما رفعش الانذار عن محمد بركات عادي، ولعب الاهلي الماتش الثاني وخسر الاهلي من واحده من الانديه التونسيه. ففي كره القدم يعني بتحصل حاجات غريبه جدا، لكن القانون هتعدله عشان حاجه؟ يعني خلي بالكوا البطوله العربيه السنه اللي فاتت، البطوله العربيه السنه اللي فاتت حصل فيها ان هيثم الجويني برضو ده كان لعيب في الترجي بالتاكيد، يعني هو لعيب كويس وهيرجع ورجع خلاص، وبعد شويه هيبقى معانا
ثلاث تشكيلات لفرقه الترجي لا يمكن تخرج عنها فرقه الترجي، ثلاث تشكيلات، طريقتين لعب باسماء مختلفه وطريقه لعب يعني باسماء لوحدها، يعني 4 3 3 وكمان او اسف 4 2 3 1 و4 2 3 1 باسماء مختلفه، وفي طريقه لعب ممكن يلجا ليها معين الشعباني اللي هي 4 4 2 يعني. اللي عايز اقوله يعني، وبعد كده طبعا في الفتره الثانيه هيبقى معانا كابتن عادل طعيمه وكابتن اسامه حسني وكابتن احمد بلال. ففي قانون اللعبه انت مش هتغيره يعني، هيثم الجوني السنه اللي فاتت في البطوله العربيه رجعوا الانذار برضو، بس البطوله العربيه كانت يعني بطوله عربيه ممكن 15 يوم ولا حاجه. فلو الامر ده انا ما بتكلمش وما بكرش ان اللي عمله وليد ازارو صح ولا غلط، انا بتكلم في الحالات اللي زي كده يعني. مارادونا في كاس عالم لعب الكره بايديه وخرج انجلترا ومحدش خد عقوبه ولا حاجه، كتير جدا الناس بتقطع تيشرتاتها، ما بقولش ان ده صح، ما بقولش ان ده صح يعني، لكن اقصد ان سرعه رهيبه جدا جدا في تلبيه الطلبات او النظر في الطلبات. طيب هل المباراه صعبه؟ صعبه داخل الملعب. هل المباراه قويه؟ قويه داخل الملعب. هل المباراه عنيفه؟ عنيفه داخل الملعب. بره الملعب اثق تماما زي ما بثق في نفسي كده ان الامن التونسي والاجواء في تونس والجماهير التونسيه والناس في كل انحاء تونس بمختلف ميولها، ترجاوي نجماوي افريقي مش عارف، كل الانديه التونسيه تكن وتحترم كل المصريين وتحديدا النادي الاهلي وجماهيره. بعد دقيقه، بعد اتنين، بعد 10، بعد 20، كل الناس هتنصب تركيزها في الملعب، كل الناس هتنصب تركيزها في الملعب. قلت مقدمه لان انا متاكد ان علاقتنا وتاريخنا مع الانديه التونسيه وتحديدا النادي الترجي التونسي على احسن ما يكون وعلى اعلى ما درجه من الصداقه والحب والموده، واللي بيننا وبين بعض يعني مش مساله بطوله وخلاص او مين هيفوز ومين ما يفوزش، لا طبعا، علاقه ممتده جامده جدا على المستوى الشخصي وعلى المستوى الجماهيري وعلى المستوى الفني وعلى كل حاجه، والمستوى الاداري كنادي ونادي. عايز اقول لكم اللي كان بيني وبين الترجي مثلا عمرنا قبل ما كان يختلف نظام الكاف ان انت تشيل ليلتك، يعني ايه تشيل ليلتك؟ يعني تروح هناك تدفع، عايز تقعد في 4 نجوم اقعد، عايز تقعد في 5 نجوم اقعد، تاخد 20 واحد في البعثه، تاخد 25 واحد في البعثه، تاخد 30 واحد في البعثه، تاخد 50 واحد في البعثه براحتك دلوقتي. لكن زمان مثلا كانت اللي يروح مثلا تونس الانديه التونسيه اللي تحاسب، واللي تيجي الانديه التونسيه تيجي في مصر الانديه المصريه هي اللي تحاسب. فمع الترجي تحديدا بقى كنا بيننا وبين بعض اكنك في بيتك بالظبط، تعالى باللي انت عايزه، يجي ب 38، يجي ب 38 واحد، يجي ب 39 واحد، يجي ب 40 واحد، مفيش مشكله، المعامله هناك زي ما انت عايز وبالمثل. فعشان حسن العلاقه، مع ان النديه كانت بتبقى قويه جدا في الملعب، لكن انت حابب ان انت يعني تجيب عدد زياده في واحد في اثنين في ثلاثه مفيش مشكله، وجباتك، تمريناتك، الميه بتاعتك، الاوتيل اللي انت بتختاره، تخيلوا يعني من الانديه القليله جدا جدا في افريقيا اللي كان الواحد هناك، وهم كده يعني علاقتي برياض بن نور يعني علاقه متميزه جدا جدا جدا، وكان الراجل يجي هنا او يبعت حد يتفرج على الاوتيل اللي هو عايزه واحنا نحجز له. وانا هناك الحقيقه يعني لما كنت بروح هناك بختار الاوتيل اللي انا عايزه، وكان الترجي بيحجز لنا. فيعني علاقتنا بالترجي علاقه ممتده ومتواصله لابعد حد. فالمباراه قويه داخل الملعب في ال 90 دقيقه اللي هم جوه الملعب، لكن بره الملعب ما عنديش شك ابدا انها تطلع على احسن ما يكون وتليق بشعب تونس والامن التونسي وكل الناس اللي مختصه في تونس. طيب هكمل كلامي في الموضوع ده لان انا عايز اروح لحته، مش عايز اتكلم في القرارات بتاعه الكاف ومين عمل ايه ومين ما عملش ايه، لان عندي هدف اهم وعندي موضوع اهم اللي هو ارجع بالكاس ازاي، ارجع بالجهاز بالتحفيز بالعزيمه بالاصرار بالتركيز بترك اي حاجه اي شيء، المباراه الاولى باحداثها بكل اللي ما فيها، المباراه التدريبات القرارات الاخيره الاجتماعات، بيان الاتحاد المصري، مساعده الاتحاد المصري موجوده ولا مش موجوده، كل ده مش عايز ابص له دلوقتي لان انا عندي في ظرف اقل من 72 ساعه البطوله الاهم السنه دي في المشوار كله، في مشوار الموسم كله. طيب نطير لهناك برضو ونشوف كريمنا او زميلنا كريم احمد مع مين. كريم اتفضل يا كيمو.
برحب بيك في البدايه وبرحب بكل الساده المشاهدين. انا معايا طبعا كابتن مصطفى كمال مدرب حراسه المرمى للنادي الاهلي اللي اكيد استعدادات مكثفه سواء لحراسه المرمى او ايضا كمان فريق النادي الاهلي. ان شاء الله تكون المباراه مناسبه يا كابتن مصطفى، في تركيز كبير انا عارف في الحاله طبعا البدنيه المعنويه عايزين نطمن عليها من خلالك كمان حراسه المرمى، لكن بشكل عام النهارده بتشوف وصولنا ازاي، بتشوف الاستقبال ازاي، التنظيم الامن، حطينا في اول يوم كده كابتن مصطفى، انطباعك عن اول يوم هنا في تونس؟ طبعا بدايه طبعا برحب بالكابتن سيد الحفيظ طبعا وكابتن رجع عبد الصمد، كابتن شفيع عبد المنعم، كابتن محمد حشيش، كابتننا كلهم الكبار، يعني اتمنى لهم التوفيق في الاستوديو ودعواتهم لنا ان شاء الله باذن الله. طبعا اول يوم النهارده الحمد لله، يمكن احنا عايز اقول احنا تونس دي بلدنا الثانيه طبعا واشقاء عزاز علينا، الحمد لله النهارده الاستقبال كان استقبال كويس والامن يعني محاوط البعثه من اول ما وصلنا الحمد لله رب العالمين، بالظبط زي اللي حصل مع فرقه ترجي في مصر، وده اللي المعتاد دايما بين البلدين. ممكن حتى منتخب تونس جاي الاسبوع الجاي هيلعب منتخب مصر، بالتاكيد هيبقى نفس الحفاوه والاستقبال، لان في الاول وفي الاخر التنافس في الرياضه دي بنتنافس كلنا في اطار يعني زي ما بقول شريف وفي جو من الحب والود، احنا كلنا بلاد عربيه اشقاء يعني، ولكن التعصب مرفوض، يعني كل واحد بيعمل ما في وسعه، والتوفيق في الاول وفي الاخر اللي ربنا بيريده هو اللي بيكون ان شاء الله. اما بالنسبه الحمد لله لينا احنا مركزين الحمد لله، يمكن ده كعادتنا كنادي اهلي احنا الحمد لله قافلين على نفسنا، عندنا هدف واحد، يمكن احنا تعبنا جدا في البطوله الافريقيه وده دايما هدف على طول يعني مشروع لينا، والحمد لله يمكن احنا يمكن خدنا 8 بطولات ان شاء الله باذن الله، نتوج بالبطوله 9 ان شاء الله باذن الله، ونهديها ان شاء الله لجماهيرنا كلها في مصر ان شاء الله اللي هي متعطشه ومستنيه البطوله دي، وعملوا اللي عليهم معانا في المباراه الاولى طبعا في استاد برج العرب الجيش، واتمنى ان شاء الله باذن الله ان يبقى التكمله في الجمعه القادمه ان شاء الله باذن الله بالتتويج ان شاء الله والوصول لكاس العالم للانديه باذن الله، واللعيبه كلها يمكن في جو من التركيز الحمد لله رب العالمين، ودي هم يمكن دايما لعيبه النادي الاهلي في الاوقات الصعبه او في المحطات الكبيره يعني بيبقى عند مستوى الحدث. اما بالنسبه لمستوى حراس المرمى يعني كلهم الحمد لله رب العالمين، يمكن زي ما قلت قبل كده وبكرر ان الحمد لله معايا 3 حراس مرمى على مستوى عالي جدا من المستوى الاخلاقي والمستوى الفني، جوان كبار وجوان كلهم منتخب مصر، والحمد لله رب العالمين منافسه شريفه بينهم كلهم على قلب رجل واحد الحمد لله، كلهم بيشجعوا بعض في التمرين زي ما قلت لك، احنا كلنا مين يلعب مين ما يلعبش هو هدف واحد عند الفريق كله، احنا نتوج ببطوله افريقيا ان شاء الله. الشناوي يمكن قدم المباراه الاولى الحمد لله رب العالمين، انا يمكن كنت مبسوط جدا من ادائه الحمد لله رب العالمين، هو بيواصل سلسله ادائه يعني وفي المباريات السابقه يعني، واتمنى ليه التوفيق ان شاء الله في المباراه القادمه هو وشريف وعلي ان شاء الله باذن الله، يكونوا ان شاء الله باذن الله ضلع حصين ان شاء الله للفريق ان شاء الله، ويساهموا بمجهودهم باذن الله في التتويج بالبطوله باذن الله. انا عارف ان في غلط كبير جدا عن كل الاحداث اللي حصلت في المباراه الاولى سواء الايقاف بالنسبه لوليد ازارو، في فصل تام والتركيز في المستطيل الاخضر، لان 90 دقيقه حلم كبير لكل الاهلاويه زي ما قلنا ان شاء الله البطوله تكون من نصيبنا. لو بتكلم على الفصل ده ازاي قادرين تفصلوا اللعيبه وازاي قادرين تحطوهم في جو تركيز فقط لغير كابتن مصطفى؟ والله الحمد لله زي ما انت عارف طبعا احنا في النادي الاهلي هنا لينا نظام ولينا سيستم، كل واحد بيشوف شغله، احنا كجهاز وكلعيبه لينا شغلنا في الملعب، يمكن اداره النادي هي المسؤوله عن اداره اي امور اخرى حوالين الفريق سواء في التعامل مع الاتحاد الافريقي او غيره، وده اللي بيميز النادي الاهلي الحمد لله رب العالمين، واحنا ثقه في مجلس ادارتنا على طول واثقين ان هم الناس بيدافعوا عن النادي بكل ما قوته من قوه وبيجيبوا حقوق النادي بالطرق اللي هم المشروعه والطرق القانونيه اللي شايفينها وحسب الرولز والقواعد يعني القانونيه اللي هم عارفينها، احنا بنفس الكلام ده خلاص الحمد لله علينا دور، احنا هنا دايما زي ما بقول منظومه النادي الاهلي كل واحد فينا بيلعب دوره اللي هو المنوط بيه، اللعيبه بتركز في الملعب، بتركز في تمرينها، بتركز في اللي بيتقال لها، احنا كصف او كجهاز فني بنركز في شغلنا، بنحضر للمباراه، بنتفرج على المنافس، بنحضر ليه ازاي نقاط قوته وايه ونقاط ضعفه وايه الحاجات اللي بنشتغل عليها لحراسنا عشان يبقوا ان شاء الله يوم المباراه ما يتفاجئوش بحاجه، يبقى كل اللي هيحدث في المباراه هم متعودين عليه في التمرين وبيعملوه تحت ضغط وعلشان يوصل في المباراه ان بيوصل للاليه بقى القرار طالع تلقائي، لان هو اتعود على الكلام ده في التمرين بيعمله على طول سواء بقى من كل فنيات بقى كره عرضيه او تصويب او انفرادات او الكلام ده كله، الحمد لله احنا شغالين على الكلام ده، واللعيبه زي ما قلت لحضرتك يمكن عندهم عايز اقول في بعض اللعيبه عندها خبرات كبيره جدا حتى اللعيبه الصغيره، ودايما ده ميزه النادي الاهلي ان اللعيب الصغير بقى طالع بيتعلم من اللعيب الكبير، ودايما في هدوء تام الحمد لله رب العالمين، هم اتعودوا على المواقف دي، مش اول مره نلعب فاينل افريقيا، لا ناس كتير جدا لعبت فاينالات افريقيا حتى الصغيرين لعبوا في منتخبات، والضغوط دي هو ده اللي بيميز لعيب النادي الاهلي، لعيب النادي الاهلي متعود على الضغوط في اي وقت وفي كل مكان، ودي حاجه طبيعيه جدا، عشان كده هو لعيب بطل متعود على احراز البطولات
البطولات، وده الفرق اللي بيفرقه بينه وبين اللعيبه في بعض الانديه الثانيه، ان هو بيتحمل الضغوط، بيبقى واقف يقدر ياخد قرارات تحت الضغوط الكبيره اللي بقى بيتعرض ليها. واحنا زي ما بقول لحضرتك يمكن احنا لعبنا هنا في دوري المجموعات من حوالي في شهر 8 اللي فات، الحمد لله رب العالمين، على في استاد رادس هنا برضو الحمد لله، برضو كان مباراه طفله، لان نادي الترجي نادي فريق كبير والنادي الاهلي فريق كبير، ومباراه كبيره طبعا، انت بتلعب نهائي افريقيا ودي مباراه اللي فيها الحسم. ان شاء الله اتمنى ان يكون التوفيق حلفنا، واتمنى ان شاء الله كل واحد يبذل ما في وسعه عشان يتوج ان شاء الله في البطوله باذن الله. كابتن مصطفى بشكرك، شكرا جزيلا، ربنا يخليك يا ربنا يخليك. مستمرين معاك كالعاده كابتن سيد، لقاءات خاصه طبعا قبل مباراه الاهلي والترجي التونسي، ان شاء الله تكون البطوله التاسعة من نصيب النادي الاهلي. ينضم لي سريعا الكابتن سامي ونصام مدرب فريق للنادي الاهلي. كابتن سامي، حاله التركيز اللي احنا شايفينها من فترات كبيره جدا ومباريات كبيره جدا مستمره حتى هذه اللحظه، لان 90 دقيقه زي ما بنقول هتفصلنا عن حاجات كتير جدا وهتحطنا في جو تاني خالص، بطوله افريقيه منها الكاس العالم للانديه، مدى حاله التركيز عايزين نطمن عليه من خلالك، ونقل لنا اجواء المعسكر ايه منذ وصولنا هنا لتونس يا كابتن سامي. لا الحمد لله، من التركيز مش من النهارده بس، لا من الماتش الاولاني، لعيبه مصممه على الهدف دوت، جهاز، يمكن انت شايف دلوقتي الاجواء عامله ازاي، معانا مجلس اداره والكابتن معانا طبعا، معانا وكل اعضاء مجلس اداره معانا، كل الدعم لينا، فاتمنى ان شاء الله الامور تمشي يعني زي ما احنا متوقعين ان شاء الله. التدريب الاول النهارده كان على الملعب الفرعي لرادس، يعني عايز اتكلم بشكل عام على التدريب، ايه الاحاديث اللي اتكلمتوا فيها مع اللعيبه متركزين عليها كابتن سامي؟ مع اللعيبه عارفين لعيبتنا على قدر المسؤوليه، لكن اكيد بيبقى فيه احاديث، بيبقى فيه محاضرات، حابين برضو نطمن كل الجمهور مدى جاهزيه لعيبه النادي الاهلي لهذه المباراه. انت عارف ان اول يوم ده بيبقى انت بتحاول تعمل ريكفري للعيبه عشان، ولكن اللعيبه طبعا مركزه جدا، اشتغلنا برضو على حته الاستحواذ كويس، ودي حاجه مهمه جدا، دايما المباريات الخارجيه اللي انت لما بتحقق هدف فبتسهل لك الامور اكتر يعني، واتمنى ان شاء الله اللعيبه تستوعب كده، وهم يعني احنا حاسين الحمد لله ان هم مركزين جدا ومستوعبين جدا لكل كلام الراجل بيتكلم عليه، بيشتغل كواحده واحده بس يعني، مش حد يعني طبعا كله يتمنى ان هو يشارك، لكن كله عاوز الهدف الاكبر اللي هو ان شاء الله نحقق البطوله باذن الله. لو باكد على علاقه الشعب المصري والشعب التونسي وجمهور الترجي وجمهور النادي الاهلي، النهارده يمكن في المطار كان في اكيد يمكن كان في بعض الجماهير اكيد طبعا بتنادي وبتشجع باسم الترجي، لكن عايز اتكلم ان العلاقه دي يمكن اكيد هتفضل ممتده بكل الظروف اللي حصلت. كابتن سامي، قول لنا النهارده في المطار شفنا ايه، والجو العام كان في المطار والتشجيع الحماسي الكبير جدا من جمهور الترجي استقبلته ازاي؟ طبعا زي ما انت قلت ان العلاقه بين مصر وتونس علاقه تاريخيه، يعني عمرها ما هتبقى مباراه هي تاثر فيها يعني، ونفس الوضع برضو بالنسبه للنادي الاهلي ونادي الترجي، كل الاحترام وكل الود بيننا وبينهم، زي ما انت طبيعي جدا ان فرقه بتشجع فرقتها، وده حق مشروع ليها يعني، من غير تجاوز، وده اللي حصل فعلا في المباراه، فرقه عاوزه فرقتها تكسب وده حقها، لكن زي ما انت قلت وزي ما بنأكد كل مره، ان احنا بنحس ان احنا في تونس دي بلدنا الثانيه، النادي الاهلي بيلاقي كل الترحاب في تونس في ترجي، واحنا نفس القصه الوضع، فاتمنى ان شاء الله الامور تمشي زي كل مره، وان العلاقه دايما تكون فيها ود واحترام بين الفريقين. نقطه فنيه كان مدرب الفريق للنادي الاهلي وهو غياب وليد ازارو، يمكن انا اعتقد ان ده هيدي دفعه كبيره جدا للاعبين، يعني غياب وليد ازارو هيبقى في صالح لعيبه النادي الاهلي، لان هيكون في الجهد مضاعف، تتفق معايا في هذا الكلام يا كابتن سامي ولا لا؟ مليون في الميه طبعا، انت عارف والراجل اشتغل على كده من اول السنه، ان كل لعيبه عندها كل لعيبه احنا محتاجينها، وكل لعيبه مؤثره جدا، وليد طبعا قوه لا يستهان بيها، ولعيب مؤثر جدا ولعيب دوري، لكن ما تنساش برضو ان احنا عندنا مروان وصلاح محسن، الاثنين من بيلعبوا في منتخب مصر، مروان ما شاء الله في خلال اربع ماتشات الاخر سواء مع النادي او مع المنتخب بيسجل، عندنا صلاح محسن نفس القصه، فكلنا ثقه فيها يعني، ومش معنى كده ان مروان لعب عشان وليد، لا بالعكس، هي الظروف هي اللي بتحتم علينا كده، لكن احنا عندنا ثقه في كل اللعيبه الموجوده، ان شاء الله نتمنى له التوفيق، اتمنى وليد يرجع طبعا لينا قوه. اخيرا رسالتك ايه لكل اللعيبه؟ ان شاء الله ثقتنا كبيره في الجهاز الفني وفي لعيبه النادي الاهلي، باذن الله البطوله التاسعه تدخل دولاب بطولات النادي الاهلي. كابتن سامي قمصان، ممكن يقول لكل لعيبه الاهلي قبل هذه المباراه الهامه والمرتقبه لكل جمهور النادي الاهلي؟ لا، انا رساله الجمهور اكتر من اللعيبه، لان اللعيبه متحملين المسؤوليه جدا، ودايما ده عهدنا بلعيبه النادي الاهلي،
واحنا عن نفسنا برضو كجهاز ان احنا نتمنى ان شاء الله نحقق البطوله ديت. النادي الاهلي يستاهل كل ده، جمهور النادي الاهلي يستاهل كل دوت. وزي ما قلت ممكن احنا كنت سجلت معاك من بدايه البطوله ان احنا هنقاتل لحد اخر وقت عشان نسعد جمهور النادي الاهلي. كل المنظومه في النادي موجوده هنا، سواء الكابتن من اول كابتن خطيب، مجلس اداره كله، جهاز الفني، اللعيبه، عشان تحقق الهدف ده. انا عارف ان هي بطوله غاليه جدا جدا بالنسبه لنا وبالنسبه للنادي وبالنسبه للجماهير. اتمنى ان شاء الله ان احنا نحققها، واعتقد ان احنا ان شاء الله بنتعب وبنخلص بناخد بالاسباب، وان شاء الله انا واثق 100% ان شاء الله ان ربنا ان شاء الله يعوضنا خير باذن الله بالبطوله. جزاك الله كابتن سامي والتوفيق ان شاء الله. شكرا. بنشكر اكيد كابتن سيد، كابتن سامي قمصان، كابتن مصطفى كمال مدرب حراس المرمى للنادي الاهلي. يمكن زي ما بنقول النهارده كان في التدريب الاول لفريق النادي الاهلي. كالعاده كابتن سيد انت عارف طبعا بيكون التدريب على ملعب الجامعه التونسيه، وده يمكن معتاد لفريق النادي الاهلي، لكن النهارده يمكن كان في تغيير بالنسبه لتنسيق هذا التدريب الاول. كنا في ملعب الفرعي لرادس، غدا كمان هيكون في تدريب في الساعه 6 على نفس الملعب وهو ملعب رادس الفرعي، لكن اكيد يوم الخميس اللي هو يوم يسبق طبعا مباراه النادي الاهلي والترجي التونسي يوم الجمعه هيكون على الملعب الرئيسي، وهيكون ايضا كمان في نفس توقيت المباراه وهو 8 مساء بتوقيت تونس، 9 مساء بتوقيت القاهره. الامور يا كابتن سيد لو بنطمن كل جمهور النادي الاهلي، الامور ماشيه بشكل مطمئن. حابين نشيد بيه الجانب الامني طبعا هنا في تونس، في ترتيبات امنيه على اعلى مستوى. الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس البعثه يمكن بيباشر وبيتابع كل الامور الخاصه لفريق النادي الاهلي. كل سبل الراحه ستوفر الى فريق النادي الاهلي بالتنسيق كمان ايضا مع سفيرنا هنا في مصر نبيل حبشي اللي بيقوم بدور كبير جدا 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 لتوفير كل سبل الراحه لفريق النادي الاهلي. همنا الاول والاخير ان شاء الله ان احنا نطلع كل اللي عندنا باذن الله في المستطيل الاخضر. وزي ما بنقول يا كابتن سيد في كل رسائلنا، يعني في كل رسائلنا خلال الفتره اللي فاتت، يعني ثقتنا الكبيره في لعيبه النادي الاهلي وفي مجلس اداره النادي الاهلي وفي الجهاز الفني لن ولن تهتز ان شاء الله، وعندنا ثقه كبيره باذن الله ان احنا نعود من هنا برادس بالبطوله التاسعه. انا معاك يا كابتن سيد لو في استفسار. انا معاك. طيب كريم، كل اللعيبه شاركت في التمرين النهارده؟ كل اللعيبه كابتن سيد الكل جاهز، كل اللعيبه شاركت في المران، مفيش اي حد النهارده يمكن كان خارج المران. النهارده كان جرعه تدريبيه بسيطه شويه، يمكن المران النهارده استغرق 60 دقيقه بس، هي المسافه كانت طويله شويه، يمكن 40 دقيقه او 45 دقيقه من فندق الاقامه الى رادس، لكن ده يمكن بعد التامين يمكن ودانا من طريق شويه مختلف عن العوده. العوده كانت اسرع شويه، لكن الذهاب يمكن خد وقت شويه. كنا قلقانين ان اللعيبه ترجع بنفس الوقت ده، انت عارف يا كابتن سيد بعد ما بيطلع لعيب من التدريب بيبقى محتاج وقت قليل شويه ان هو يصل الى فندق الاقامه، لكن الوقت كان قليل. الكل شارك، الكل جاهز، الكل ان شاء الله باذن الله على قلب رجل واحد، وباذن الله اللي احنا شايفينه من لعيبه النادي الاهلي ومدى حاله التركيز الشديده ابتداء من كابتن محمود الخطيب لاقل واحد متواجد اللي هو عامل اللي بيكون مشارك مع فريق النادي الاهلي، يمكن النظره اللي احنا بنشوفها في وجوه كل لعيبه النادي الاهلي بتدينا ثقه كبيره وبتدينا تاكيد ان شاء الله ان احنا هنرجع من هنا باذن الله بالبطوله التاسعه اللي هتفرح كل جمهور النادي الاهلي. كريم شكرا جزيلا ليك، وبالتوفيق ترجع لنا انت وكل بعثة النادي الاهلي بالسلامه باذن الله. بصق في كريم، حتى كريم اللي هو كريم احمد مراسلنا بصق فيه وامكانياته وتخطيطه، بصق في محمد الشناوي، وبصق في شريف اكرامي، وبصق في علي لطفي، بصق في محمد هاني، وبصق في كولوبالي، وبصق كمان بشده كبيره جدا في سعد سمير وايمن اشرف، بصق في باسم علي اللي لاول مره ممكن يكون له دور، الله اعلم ما تعرفش الدنيا ماشيه ازاي، باسم علي مقيد افريقيا، بصق في حسام عاشور وعمرو السليه وهشام محمد، يمكن هشام بس متعور مش موجود، او احمد حمدي او اسلام محارب او احمد حمودي او كريم ندفد او ميدو جابر او صلاح محسن او مروان محسن، بثق في كل المجموعه، بثق في كل الناس، مش عايز انسى حد، وليد سليمان بالتاكيد، كل المجموعه اللي مسافره، كل الناس، اكرم توفيق، كل الناس بثق فيهم. اي 11 هيلعب او اي مجموعه هيتم الاختيار عليها من كارترون انا بثق فيها تماما. انتوا عندكم نجوميه مستنياكوا، عندكم تاريخ مستنيكوا، وعندكم نادي مستني بطوله مهمه جدا هي الغاليه بالنسبه له من 2014 لحد دلوقتي. من اخر بطوله خدها النادي الاهلي او خدها النادي الاهلي بطوله افريقيه كانت الكونفدراليه، ما فيش فرقه مصريه ولا حتى على مستوى المنتخبات، يعني فرقه خدت حاجه قاريه، المنتخب الاول مثلا اللي اقصده او المنتخب الاولمبي او الناس القريبه من الدرجه الاولى. الاهلي عليه انه يبدا الصفحه وعليه انه يختمها، يفتح الكتاب ويقفل الكتاب، ده الحاجه اللي مكتوبه على النادي الاهلي وجماهيره. وعشان كده لما اجي اقول نادي الاهلي عامل تاريخ كبير جدا جدا، مش لنفسه ولا لذاته ولا لمجلس ادارته ولا لعيبته ولا لجماهيره، للبلد كلها، للبلد كلها. اخر بطوله افريقيه
اللي هي دوري ابطال افريقيا كانت موسم 2013، وكانت مع كابتن محمد يوسف اللي هو بيشاء القدر ان لو ربنا سبحانه وتعالى كتب ان هو يكون كسبان البطوله برضو يبقى راجل يعني ساعد في اخر بطوله، او كان موجود على راس القياده الفنيه وموجود في القياده الفنيه في الوقت الحالي. فاخر بطوله في دوري الابطال كان النادي الاهلي، واخر بطوله حتى قاريه كان برضو النادي الاهلي. فانت بتتكلم على تاريخ مستنيك، وعايز تبقى نجم روح رادس، هات النجوميه، هات التاريخ. رادس مهم جدا جدا ان احنا نشتغل عليه بشكل كويس، وهو ملعب ممتاز جدا والاهلي بيلعب عليه بشكل كويس، لكن كمان في فرقه الناحيه الثانيه عندها قدرات وعندها امكانيات وعندها يعني مهارات عليك ان انت تركز معها جدا وتحترمها جدا وتتعامل معها بشكل بنديه وقوه عاليه جدا 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 جدا. وايا كان اللي كاتبه ربنا للاهلي او للترجي، الف مبروك في الاطار العادي والطبيعي في الاطار بتاع كره القدم. مش عايزينها تخرج غير ان هي كره قدم، متاكد انها هتبقى صعبه في الملعب، لكن بره الملعب متاكد من الشعب التونسي ومتاكد من الامن التونسي ومتاكد من كل مسؤول في تونس ان هو حريص زي ما احنا يعني حريصين جدا على علاقتنا الممتده والمتواصله مع تونس. انا من وجهه نظر الشخصيه برضو الشخصيه في الاجواء اللي زي كده ممكن تخرج بره المألوف. يعني ايه تخرج بره المألوف؟ المره اللي فاتت قلت لكم لو تم اختيار جوميز الحكم الجنوب افريقي هبقى مطمن جدا، ولو تم اختيار اريك الحكم الجابوني هبقى مطمن جدا، ولو تم اختيار بملاك ديسمبا اللي هو الحكم الاثيوبي يعني ممكن. هو تم اختيار الحكم الاثيوبي، هو دكتور مش عارف دكتور نفساني ولا ايه، لكن هو دكتور في اثيوبيا، حكم للاهلي مباراه واحده بس. كل المواقع او كل الناس واخده ان هو حكم للاهلي مباراتين، هو حكم للاهلي مباراه واحده بس السنه دي، السنه دي بتكلم على السنه دي اللي هو 2018 البطوله اللي احنا فيها اللي بدات يوم 19 مارس اللي فات مع منانا الجابوني وهتنتهي يوم 9 نوفمبر اللي احنا فيه الجمعه اللي جايه باذن الله. هو حكم مباراه واحده بس اللي هي مباراه وفاق الصيف 2-0 هدفين لوليد سليمان واسلام محارب. كل الناس بتتكلم ان هو حكم للاهلي مباراه ثانيه اللي هي منانا الجابوني هناك في الجابوني اللي الاهلي تغلب فيها 3-1. لا ده مش صحيح، ده مش صحيح. الحكم اليوم هو اللي كان حكم اسمه كده اللي هو حكم لقاء الاهلي ومنانا الجابوني هناك. كل الناس بتقول ان هو الحكم الاثيوبي اللي حكم اللقاء الاهلي ومنانا الجابوني في الجابون. لا ده مش صحيح، ده مش صحيح. يعني على الناس ان هي تصحح الموضوع ده على كل الناس اللي كاتباه. لا الحكم الاثيوبي حكم للاهلي مباراه واحده بس، وحكم للترجي مباريتين، المباريتين مع تاون شيب في دوري المجموعات 4-1 ومع النجم الساحلي 2-1. فدي المره الثالثه بالنسبه للحكم بملاك ديسمبا، لكن للاهلي حكم مباراه واحده بس. مباراه منانا الجابوني اللي كانت في الجابون ما كانش الحكم ده، كان حكم الكاميروني اليوم هو اللي حكم لنا المباراه منانا الجابوني هناك 3-1، لكن الراجل ده حكم لنا مباراه وفاق الصيف فقط، حكم لنا مباراه وفاق الصيف فقط. انا لو من الاتحاد الافريقي كنت ممكن في اطار المباراه واهميتها وقوتها ونديتها كنت ممكن استعين بطاقم تحكيم اوروبي. حد يقول لي انت هتخرج بره المالوف، اقول لك في اوقات يعني التصميم او التفكير او الاقتراحات ممكن تبقى متاحه عشان تخرج بمباراه ما فيهاش مشكله خالص ولا اي حاجه. ليه؟ لان الاتحاد الاوروبي متعود على الفار، متعود على الرجوع لتقنيه الفار، ومتعود على الربط ما بينه وما بين الناس اللي موجوده في الفار. انا لو من الاتحاد الافريقي كان ممكن يبقى عندي اقتراح زي كده، كان ممكن يبقى عندي اقتراح زي كده ان اللي يدير المباراه طاقم تحكيم اوروبي، طاقم تحكيم اوروبي. لكن على المستوى الافريقي انا ادي الرياده والقياده لجوميز اللي قد كده قلت لكم، لكن رهيب رهيب. كنت اتمنى ان المباراه الاولى اللي هي ما بين الاهلي والترجي فرقتين من مصر وتونس، والمباراه اللي بعدها على طول هتجمع ما بين مصر وتونس، كنت اتمنى ان جوميز هو اللي يحكم المباراه النهائيه لقوتها، ومباراه مصر وتونس كان يحكمها مثلا بملاك ديسمبر. على العموم خلينا موجودين في الملعب وخلينا نركز في الملعب وما لناش علاقه باي حاجه خالص غير ال 90 دقيقه نرجع بالكاس باذن الله تعالى. وبكرر مره ثانيه و10 ومليون يعني علاقتنا بالترجي علاقة ممتازة جدا 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 ورهيبة جدا جدا وعبر الأجيال كلها، وهي ممكن تبقى مباراة صعبة داخل الملعب، قوية داخل الملعب، لكن بره الملعب زي ما بثق في نفسي و يعني أنا هتعامل إزاي مع الجانب التونسي، أثق تماما إن الجانب التونسي هيتعامل معايا إزاي بمنتهى الود ومنتهى الاحترام. وطبعا المولى عز وجل للي هياخد البطولة ألف مبروك، واللي يعني ربنا مش هيكتبها له هنقول له بالتأكيد يعني عملت جهد رهيب جدا خلال الموسم، وفي النهاية ربنا كاتب
الكاس لمين. طيب عشان برضو هاجري معاكم شوية وإن شاء الله الرحمن ممكن نمتد شوية عن الوقت يعني، لكن خليني أقول لكم الدوري المصري يعني برضو هناخد 10 دقايق كده أو ربع ساعة وبعدين نستعرض الحالات أو التشكيلات اللي ممكن يلعب بها الترجي عشان حضراتكم تبقوا فاهمين الدنيا ماشية إزاي مع الترجي في غياب فرانك كومب وفي غياب شمس الدين الزوادي ممكن يلعب إزاي معين الشعباني. الدوري المصري امبارح يعني رجع من جديد، الزمالك مع حرس الحدود، الزمالك بيتفوق على حرس الحدود 2-1. النهارده كان في 4 مباريات، نجوم اف سي بيحول الهزيمه من 2-0 ل 3-2 في الشوط الثاني، طلائع الجيش بيصحو ويفوز على الجونه 5-0، تخيلوا، وسموحه بيتعادل مع الداخليه 1-1، والمقاولين العرب واول فوز للكابتن عماد النحاس، مدرب كفء جدا وهيبقى له مستقبل رهيب جدا باذن الله. عماد النحاس بيتفوق يعني على الانتاج الحربي، كابتن مختار التلميذ يتفوق على الاستاذ بهدفين رغم ان هو كان مطرود منه واحد. محمد سوسه تم طرده تقريبا في الدقيقه 64 او 63 حاجه كده يعني. الحقيقه انا امبارح في يعني الناس كتير جدا بتتكلم على مباراه الزمالك وحرس الحدود، انا فات مني حوالي بتاع يعني نص ساعه 35 دقيقه من المباراه لاني قعدت مستنيها في قناه، كان مسؤولي نادي الزمالك قالوا ان هي المباراه هتتذاع في قناه ومصممين انها تتلعب عليها، فانا كنت منتظر المباراه دي على القناه ديت، لكن للاسف يعني بعد شويه ما لقيتش ابدا المباراه مذاعه، فكلمت واحد صاحبي زملكاوي فين المباراه، فقال انتوا كنتوا بتقولوا كذا، فقال لي يا عم انت بتصدق، فحولت على طول للموضوع مره ثانيه واتفرجت على اللقاء. انا هقول حاجه وجهه نظري الشخصيه يعني، ضربه الجزاء بتاعت نادي الزمالك الاولى بتاع الكهرباء انا اشوف انها ضربه جزاء، يعني اشوف اميل انها ضربه جزاء رغم ان المحللين قالوا انها مش ضربه جزاء، اللي كانت في الدقيقه الرابعه او الدقيقه الخامسه حاجه كده يعني، انا ميل انها ضربه جزاء، في دفع من الدفع يعني، طالما كتف في كتف يعني، لو في كتف في كتف ماشي، لكن كتف في بطن يعني، انا ميل ان كهرباء في اول 4 دقائق او 5 دقائق له ضربه جزاء، لكن ضربه الجزاء الثانيه يعني ضربة الجزاء التانية ملهاش علاقة خالص بضربة الجزاء خالص. ده واحد عامل كده يعني زي ما انت مثلا ممكن تكون واقف كده بتحيي العالم مثلا، تمام، فإيدك هتروح فين؟ وطارق سامي خلاني امبارح بالليل عملت حاجة عجيبة جدا. سيد عبد الحفيظ اعتذر لسيد عبد الحفيظ. أنا اعتذرت ليا ليه؟ لان كنت اشوف في طارق سامي من احسن حكام مصر، كنت اشوف كده. لكن انت هتبقى احسن حكام في مصر ايه الوقت اللي ممكن تبقى من احسن الحكام في مصر؟ لما تكون بتتعرض لضغوط. فالراجل ما استحملش ربع ساعه، يعني طارق سامي ما استحملش ربع ساعه. وفي واحده يعني برضو معلش انا هعرضها لكم دلوقتي لان هي صعبه قوي، صعبة جدا، عشان كده خلاني اعتذرت له. ليه بقى؟ لأن فرجاني ساسي عمل واحدة وحشة قوي مع طارق سامي، وحشة جدا، بس طارق سامي ما قدرش أبدا إن هو يديله الإنذار التاني، لأن هو كان عنده إنذار أول. ففي الدقيقة تقريبا في الدقيقة 62 أو 63 74 قبل الجون حتى أو ضربة الجزاء بدقيقتين اتنين، في فاول على محمود علاء اللي انا بقول له برضو يعني محمود علاء انا يعني ممكن تكون جمعتني بيه مره مكالمه ولا حاجه، اخلاقه هايله جدا جدا جدا، لكن قال كلمتين ثلاثه للكاسونجو يعني مش مشكله يعني، لكن في النهايه عادي يعني ما فيهاش مشكله. ففرجاني ساسي مسك ايد طارق سامي، مسكه يعني لما صفر فاول على نادي الزمالك في الدقيقه 74، في الدقيقه 74 عشان بتصفر فاول فبتوجه ايدك يا كده يا كده، يعني يا كده على فريق يا كده على فريق، فطارق سامي عمل كده بالظبط. فرجاني ساسي راح ماسك ايديه هنا الاثنين، بس الكاميرا كانت بعيده شويه. فانا اقول ليه ان انا كان هي دي هو عنده انذار في الشوط الاول واحنا في الدقيقه 94، الواقع ده خد فاول من محمود علاء، طارق سامي بيحسب فاول في اتجاه الفرقه المرتكبه الفاول، فرجاني ساسي راح ماسك ايديه في الدقيقه 74،
على طول اي احتكاك او اي لمس او اي يعني مسك بالايد بالتيشيرت باي حاجه على طول انذار تاني. انذار تاني. هي كانت فاول في الاساس بس هو بيحسب يعني بيدي في الاتجاه اللي هتتحسب عليه الكوره يعني الحكم. ففرجاني ساسي حاسب طارق سامي حاسب فاول، فرجاني ساسي مسك ايديه. لكن انا اقول كده ليه بقى؟ تعالى بقى ليه بقى؟ فانا اعتذرت ليا ليه؟ لان انا كنت اشوف في طارق سامي ان شخصيته اقوى من كده. خلي بالكم انا بقول الكلام ده وانا بقول ان كهربا وان كتير جدا طلعوا من المحللين وقالوا ان ان كره كهربا في الدقيقه 5 أو 6 مش ضربه جزاء. انا اقول لك يعني انا لو دي محسوبه على الاهلي هقول ضربه جزاء، او للاهلي هقول ضربه جزاء. انا ميل ان كره كهربا في الدقيقه 5 تمام، الدفع ده كان دفع كتف مش في كتف، وكانت كهربا اقرب للكوره فله ضربه جزاء. فيما يخص ضربه الجزاء بتاعت نادي الزمالك ليس لها اي محل من الاعراب خالص، ولا اعرب ما تحته خط، ولا اعرب ما ايدك في صدرك، ولا اعرب ما فيش يعني ما فيهاش حاجه خالص 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 اطلاقا يعني. وطارق سامي يعني الضغوط عنده واضح انها بتاثر عليه قوي، كنت اميل ان هو شخصيته اقوى من كده. فطارق سامي عمل الصعب بالنسبه لي اللي هو سيد عبد الحفيظ اعتذر لسيد عبد الحفيظ بسبب طارق سامي، لان انا كنت متخيل ان شخصيته اقوى من كده وان هو يتحمل الضغوط ده، ما تحملش ربع ساعه وموقف فرجاني ساسي اللي ما حدش خد باله منه خالص اساسا يوضح مدى شخصيه طارق سامي. لو هو راجل يعني يعتز بنفسه، لان هو عملها قبل كده مع المقاولين العرب، انت طردت احمد علي في كلمتين، لما حد يمسك ايدك بالشكل ده او المهين ده ليه ما تدروش انذار حتى يا راجل؟ فانت تقول اللي ليك واللي عليك. تركت احمد علي عشان قال كلمتين، احمد علي لاعب المقاولين العرب في مباراه من المباريات كانت ما بين الاهلي والمقاولين العرب، ما استحملش على نفسك كلمه. طب ازاي تستحمل على نفسك واحد يمسك ايديك كده؟ ازاي يعني؟ يعني انهي منطق ده يعني؟ فاميل لده. الحاجه الثانيه بقى حاجه الغريبه شويه، لو عايزين مساعده من اي حد من اي حد في مباراه تونس يعني غير دعائكم طبعا، يعني انا عايز دعائكم بالتاكيد، لكن عايز الميه دي، انا عايز شويه الميه دول. ايه ده؟ ايه ده؟ انا عايز شويه الميه دول يا جماعه، نفسي في شويه الميه دول. سافروا معانا تونس ان شاء الرحمن كده ربنا يكرمنا باذن الله بشويه الميه دول. الراجل ايه؟ خلي بالكوا بس يعني انت بص الحكم الرابع محمد يوسف ده اسمه محمد يوسف هيجي يتكلم معاه تمام. وبعدين محمد يوسف ده الموضوع ممتد، بص كمله بس اتفضل يا عم اتفضل يا عم. الدقيقه 68 اللقطه دي في الدقيقه 68 اتفضل يا عم. بصوا النتيجه ايه 1-0 يا اخي. بقدره قادر سرها باتع المايه دي، سرها باتع سرها باتع. انتوا عارفين محمد يوسف لما سالوا طارق سامي، او طارق سامي ما كانش محتاج ان هو يساله ده هو حكم على طول يعني، خاف يتسخط يعني طارق سامي ومحمد يوسف خافوا يتسخطوا. فبعد المايه دي بعد المايه دي انا محتاج المايه دي في الماتش اللي جاي بصراحه، مش محتاج الدعاء ولا حاجه يعني، محتاج الدعاء اسف والمايه دي يعني، محتاج دعواتكم والمايه دي الحقيقه. وانا اللي هجيب التوابل، التوابل بقى يعني ممكن تبقى ايه ورك نمله رجل ضفدع ماشي مفيش مشكلة. 2019 داخلين على 2019 يا نهار اسود يا جدعان، يا نهار اسود يا جدعان. اوكي نشوف فاصل بقى كده وبعدين نخش على الفصل او الجزء التحليلي الخاص بالتشكيلة اللي ممكن يلعب بيها معين الشعباني في مواجهة الاهلي المصري في لقاء نهائي دوري ابطال افريقيا. بكل التوفيق باذن الله للاهلي. هنشوف معين الشعبان هيلعب بواحده من الثلاث تشكيلات دول، مش هتخرج عنها خلي بالكم، بس مش هتخرج عن الثلاثه دول، لان انا طبعا بالتاكيد زي ما قلت لكم المره الاولى وعوده ايمن بن محمد وهيثم الجويني ازاي هيواجه معين الشعبان كارترون هقوله لكم بالتفصيل في الشرح اللي جاي. وبعد كده هنستقبل طبعا يعني امبارح او المره اللي فاتت في ماتش الاهلي كنا عملنا مسابقة على 5 تيشيرتات أو 6 تيشيرتات آسف، كابتن شريف اتبرع ب3 وأنا جبت 3، برضه هنستضيف الناس اللي معانا على طول يعني.
اوكي، وبعد كده طبعا هنخش هنمتد شويه في الوقت باذن الله، هيبقى معانا كابتن عادل طعيمه وكابتن احمد بلال وكابتن اسامه حسني. بعد ما نعرض التشكيلات بتاعه معين الشعباني هيتكلموا هم بالتفصيل وكيفيه مواجهه كارترون لمعين الشعباني. معين الشعباني المدير الفني لنادي الترجي التونسي بالتاكيد عنده حيره شديده جدا جدا في غياب فرانك كومبو وغياب كمان شمس الدين الزوادي وعدم يعني جاهزيه ممكن تبقى البلايلي، يمكن ما يلحقش باللقاء او يلحق باللقاء ايا كان الوضع احنا حاطينه في التشكيله. لكن خليني اقول لكم ان تشكيله معين الشعباني لا يمكن تخرج عن الثلاث تشكيلات اللي انا هستعرضهم مع حضراتكم دول. اول واحده الطريقه هتبقى 4-2-3-1، وده ممكن يبقى منطقي جدا، ممكن يبقى منطقي جدا في فكره، هو عايز يعوض يعني فارق الهدافين اللي دخلوا فيه 1-3، فبالتالي عايز يضغط على النادي الاهلي. معز بن شريفيه هيحتفظ بمكانه، خالد شمام هيحتفظ بمكانه، هيخش علي اليعقوبي مكان شمس الدين الزوادي، وده وضع طبيعي جدا يعني، مفيش نقاش ولا جدال ان علي اليعقوبي هو اللي هيخش مكان شمس الدين الزوادي، وعلى اليمين سامح الدربالي، وهيرجع هنا واحد كان مصاب في اللقاء الاول اللي انا قلت لكم ده من اخطر لعيبه الترجي اللي هو ايمن بن محمد، هيخش مكان حسين الربيع مفيش كلام، لانه دخل من يومين مع فرقه الترجي التونسي من خلال التدريبات، فبالتالي هيكون ايمن بن محمد العنصر الاساسي واللي موجود في ناحيه الشمال. في نص الملعب هتبقى الحيره الاكبر بالنسبه لمعين الشعباني، كولوبالي هيحتفظ بمكانه وده هنمتد معاه لاخر الماتش يا جماعه، يعني خلي بالكم بس كل ما الوقت عدى بالنسبه لنا هيبقى مفيد جدا ولصالحنا، لان ده حالته البدنيه بتقل شويه، ومع غياب فرانك كوم هتقل اكتر لانه هيعمل مجهود كبير، مع الشعلالي اللي هي ممكن الاخ معين الشعباني يرجعه مع جانب كولوبالي، ويلعب قدامهم سعد بكير اللعيب الاشول، لعيب كويس جدا جدا وكورته حلوه وبيلعب باص كويس وبيعمل ربط كويس ما بينه وما بين الثلاثي الامامي اللي هو انيس البدري ويوسف البلايلي وطه ياسين الخنيسي. دي ممكن التشكيله اللي يكون موجود بيها معين الشعباني او يبدا بيها معين الشعباني اللقاء. التشكيله الثانيه برضه في غياب فرانك كوم و شمس الدين الزوادي هيبقى معز بن شرفيه وعلي يعقوبي وخليل شمام وسامح الدربالي وايمن بن محمد، يبقى الخط اللي خلف ده لا يمكن يحصل فيه تغيير، مش هيحصل فيه تغيير خالص. في نص الملعب بقى ممكن ما يلعبش بسعد بكير لان هو كان موجود معاه على دكه البدلاء في اللقاء اللي كان في برج العرب، ومع ذلك رغم تاخره بفارق هدفين وما استعانش بيه، قد يكون الراجل مش مستوعب قوي طريقه لعب سعد بكير او مش مقتنع بيها الله اعلم، فبالتالي ممكن يلعب بمحمد المسكيني. محمد المسكيني ده لعيب دفاعي بحت، كورته مش عاليه قوي، بيستخدمه هو الراجل ده التحاماته مش زي فرانك كومب طبعا مع كولوبالي، وقدامهم يعني جيلان الشعلالي يلعب قدامه مكان سعد بكير وانيس البدري ويوسف البلايلي وطه ياسين الخنيسي بطريقه لعب 4-2-3-1 برضه. اخر واحده ممكن يلجا ليها معين الشعباني هتبقى 4-4-2 صريحه، معز بن شرفيه وعلي يعقوبي وخليل شمام وسامح الدربالي وايمن بن محمد وكولوبالي وشعلالي، ويلعب باربعه امامي بقى انيس البدري ناحيه اليمين والبلايلي ناحيه الشمال وهيثم الجويني بعد رجوعه من الاصابه بجانب طه ياسين الخنيسي، فيلعب بطريقه لعب 4-4-2. طيب لو لعب بالطريقه ديت في الاول هتهلنا بقى كده يا سمير كده سريعا، وبكره بالتفصيل ان شاء الرحمن هنستعرضها مع حضراتكم، لان هيبقى معانا فيديوهات للعيبه اللي راجعه في المباراه الثانيه زي ايمن بن محمد وزي سعد بكير. لو لعب بالطريقه ديت اللي هي 4-2-3-1 دي اللي هنشرحها دلوقتي بس، وبكره هنشرح الطريقتين التانيين مع فيديوهات طبعا وارقام للعيبه الجديده ديت. معز بن شرفيه وعلي اليعقوبي وخليل شمام وايمن بن محمد وسامح الدربالي وكولوبالي والشعلالي وسعد بكير وانيس البدري ويوسف البلايلي وطه ياسين الخنيسي. انا وجهه نظري الشخصيه يعني ممكن الراجل ما يسمعش الكلام في الوقت ده، هو حر طبعا لان هو اضرب فرقه الاهلي وماشي بشكل كويس او ما حدش يتكلم، لكن انا اقول ان ده لو لعب بالشكل ده هيبقى مطالب ان في حد يلعب مع الاستاذ ده اللي هو سعد بكير، يبقى واحد يلعب معاه او خلفه بدل ما هنسيب له المساحه ما بين الاثنين اللي ورانا فاضيه، فلازم واحد يلعب خلفه ويلعب اثنين قدامه. انا اميل ل 4-3-3 طريقتنا، اميل لكده، لكن طبعا في النهايه كارترون هو اللي عنده
القرار النهائي. سامح الدربالي وعلي يعقوبي وخليل شمام وايمن بن محمد ما عندهمش العنصر السرعه اللي موجود في اي فرقه ممكن يبقى عندها الحته دي مميزه فيها. فوليد ازارو طبعا غيابه هيبقى مؤثر جدا جدا، لكن عندنا واحد كمان ما يقلش عن وليد ازارو في عنصر السرعه اللي هيبقى موجود فيها مساحات، يعني ثق تماما من المساحات هتبقى موجوده، اللي هو صلاح محسن. فبالتاكيد هيبقى موجود صلاح محسن في مساحات يستغلها ممكن صلاح محسن. كولوبالي والشعلالي، كولوبالي عنصر الوقت بالنسبه له هيبقى مش في صالحه، كل ما امتد الوقت ما بيبقاش في صالحه، لكن كورته هتبقى كويسه جدا. فبالتالي يبقى يعني حته ان انت تضغط في كل انحاء الملعب دي مش وارده. سعد بكير قلت لكم اميل ان في حد يلعب تحتيه هنا عشان يبقى دايما واحد قدام السردباكين كولوبالي وسعد سمير بالنسبه لنا. انيس البدري مع ايمن اشرف ما فيش مشكله، ويوسف البليلي هيبقى مواجه مع محمد هاني، وان شاء الرحمن باذن الله هو واللي قدامه يلعبوا بشكل كويس. عشان كده بقول لكم العب 4-3-3 عشان اقفل الحته دي كمان، يبقى بقفل الجزء ده اللي هو سعد بكير، وبقفل الجزء ده اللي هو من ناحيه ايمن بن محمد ويوسف البليلي. الخنيسي التعامل معاه مع كولوبالي وسعد سمير ان شاء الرحمن يبقى زي المباراه الاولى ومفيش خطوره ان شاء الرحمن. الشرح التفصيلي كله باذن الله هيبقى موجود بكره باذن الله. عشان كده بقول لكم اميل ال 4-3-3 بالنسبه لنا عشان تغطي الموجود ده اللي هو سعد بكير لو لعب، او الشعلالي حتى لو لعب في الحته ديت، لو الطريقه هي 4-2-3-1 يبقى في واحد هنا قدام السردباكين بتوعنا وواحد بيغطي مع محمد هاني واسلام محارب، او محمد هاني واحمد حمودي، يبقى 3-2 دايما العدد لصالحنا احنا والزياده لصالح النادي الاهلي. على العموم بكره هنشرحها بالتفصيل لان هيبقى معانا وقت اطول. بعد شوية هيبقى معانا أرقام لأيمن بن محمد وسعد بكير، أيمن بن محمد وسعد بكير وهيثم الجويني، الثلاثة اللي ممكن يبقوا موجودين من البداية بنسبة كبيرة، يا هم الثلاثة يا إما اثنين على الأقل منهم، أو بالتأكيد لو مفيش اثنين هيبقى فيه واحد، لكن دول أرقامهم من خلال أيمن بن محمد. هنستعرض الأرقام دي كلها بكرة بالتفصيل عشان بكرة وقتنا هيبقى معانا أكتر شوية. دلوقتي هيبقى معانا استقبال للناس اللي هي هتستلم التيشيرتات اللي كانت موجوده يوم الجمعه باذن الله، وكمان هيبقى معانا كابتن عادل طعيمه وكابتن احمد بلال وكابتن اسامه حسني. ده ايمن بن محمد لاعب اساسي 5، صنع اهداف مفيش، صنع فرص 4، عرضياته 6، دقه العرضيات 67%، دي نسبه هايله، تمريرات طوليه 24، دقه التمريرات الطوليه 42، دقه التمريرات القصيره 75، وده يبين لك ان هو لعيب كوره، يعني لعيب كوره لما توصل ل 75 يبقى ده لعيب كوره كويس. مراوغات ناجحه 6، تدخلات دفاعيه 14، تاكلينج 10، ده ايمن بن محمد. لو جيت لسعد بكير مثلا، الراجل ده صانع العاب الترجي اللي هو بيلعب رقم 10، عنده مثلا لعب اساسي 4، لعب كبديل 3، سجل اهداف 1، صنع اهداف 1، دقه التمرير 80%، يبين لك برده انه لعيب كوره كويس. معدلات محاولاته على المرمى في كل مباراه 9/10، معدلات صناعته للفرص في كل مباراة 9/10، نسبة المراوغات الناجحة تخيلوا 100%، نسبة المراوغات الناجحة 100%، فأنا قلت لكم الأول إن هو لعيب بالتأكيد كويس. تدخلات دفاعية في كل مباراة 1، ما بيلتحمش كتير، ما بيشتركش كتير، بيبقى بعيد دايماً عن المناطق اللي ممكن يبقى يكون فيها حالة دفاعية، بتلاقيه واخد جنب لوحده كده، هو أشول يعني بالتأكيد. كمان الكرات الثابتة كان مهم إن احنا نحطها في الأرقام ديت، لكن مش مشكلة، الكرات الثابتة عنده بيعملها كويس جدا جدا جدا. هيثم الجويني محطة كبيرة جدا وجسمه بيساعده، محطة كبيرة هيثم الجويني، لعب كبديل 6 مرات في وجود طه ياسين الخنيسي، أساسي 2، أهدافه 2، صنع أهداف 1، نسبة فوزه بالالتحامات يعني الثنائية 58%، عدد محاولاته على المرمى 1، دقة تمريراته 50%. دي كانت إطلالة سريعة جدا على التشكيلة الأولى اللي ممكن يلعب بيها معين الشعباني في مواجهة الأهلي المصري. بكرة إن شاء الله الرحمن هيبقى معانا التفاصيل أكتر وأكتر من خلال التشكيلتين الثانية والثالثة، وكل واحد ممكن يقابله فرقة النادي الأهلي إزاي من فرقة الترجي. على العموم كل كبيرة وصغيرة إن شاء الله الرحمن هنا في ملعب الأهلي هنعرضها لحضراتكم يعني. هطلع فاصل وبعدين أستقبل الناس اللي هي فايزه معانا بالتيشيرتات، وبعديها على طول هاخد كابتن عادل طعيمه وكابتن احمد بلال وكابتن اسامه حسني نتكلم بتفصيل اكتر على مباراه الاهلي والترجي وبالتاكيد مباراه الدوري.
من الحاجات اللي الواحد بيحبها جدا هي التواصل مع الناس بالتاكيد، يعني سواء كان عندهم حتى ملاحظات علينا او عندهم اقتراحات او استفسارات بالتاكيد. يعني يمكن المره اللي فاتت في ملعب الاهلي هنا وخلال مباراه الاهلي والترجي التونسي قلنا اللي هيتوقع النتيجه هيبقى له مكانه معانا وهيبقى فيه تيشيرت هديه مننا، يعني كابتن السبونسر بتاعنا كابتن شريف عبد المنعم بره بثلاثه وانا بثلاثه. لكن على العموم يمكن حسام ميدو ما عرفناش نوصل له، وكمان محمد عيد في الطريق يا رب يلحقنا قبل الحلقه ما تخلص. نورونا احمد صبحي ومروان مصطفى وعبد الرحمن عبد الحميد واحمد البدري. ابدا من على شمالي كده احمد صبحي. مساء الفل يا ابو حميد، كام سنه يا ابو حميد؟ خد اتفضل. ها انا 26 سنه. 26 من الاهليويه شبين قناطر. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا كل الاهليويه. اهلاوي بقى صمود. اهلاوي متعصب كمان. متعصب. متعصب. تتوقع ايه الماتش اللي جاي؟ ان شاء الله الاهلي يفوز 1-0 باذن الله. عايز تقول حاجه معينه؟ اتمنى اللعيبه تلعب بروح قتاليه، ما ينسوا ماتش الذهاب خالص ويلعبوا اكنها مباراه جديده يعني. يا سلام عليك، متشكر جدا. كمان مروان مصطفى زكي برضو واحد من اللي موجود معانا وكسب معانا لانه توقع مظبوط. اتفضل يا مروان. الحمد لله على المباراه الاولى، وربنا ان شاء الله باذن الله في المباراه الثانيه نقدم احسن واحسن من كده بكتير، وانا بطلب من الشناوي برضو يخلي باله اكتر وساعد سمير وكوليبالي، وان شاء الله باذن الله هنغلب 2-1 الماتش الجاي باذن الله. باذن الله. ماشي يا مروان. عبد الرحمن بقى الكلمه ليك، مبروك الاول. مش عبد الرحمن هنا، معلش عبد الرحمن انا اسف، اتفضل انطلق. ان شاء الله الماتش الجاي 2-1 للاهلي، وشرفونا كده في كاس العالم ان شاء الله. ان شاء الله الرحمن كاس العالم للانديه. تعرف هو فين المره دي؟ في دبي الامارات. يا سلام، متابع. انت كم سنه عبد الرحمن؟ 19 سنه. 19 سنه؟ اسرتك كلها اهلاويه؟ كله ولا البلد كلها؟ لا، عيلته كله اهلاوي يعني، بس في زملكاويه برضه. طبعا بالتاكيد. طيب عبد الرحمن يعني نورتنا، وان شاء الله الرحمن تتواصل معنا على طول. المره دي بقى احمد البدري، اتفضل يا ابو حميد. يعني اتمنى ان شاء الله باذن الله الاهلي يفوز هناك 1-0 باذن الله، يعني ده اللي اتوقعه. بحب اشكر حسام ابن خالي اللي هو جاب لي المكان ده عامه. انت معاك توكيل تاخد منه الفانيلا. الحمد لله. اتفضل. هتتواصلوا معانا على طول بقى. الحلقه الجايه هيبقى فيه 10 تيشيرتات، المره الجايه هيبقى فيه 10. كابتن شريف سبونسر برضو لو هناخد منه 5 ولا 6، واحنا هنكمل باذن الله. بس يا رب نفرح ان شاء الله الرحمن كلنا باذن الله. حد بيقول حاجه ثانيه؟ ها؟ ها؟ هتتفرجوا على الماتش فين؟ هتتفرج على الماتش فين؟ ان شاء الله في الحصري بقى. قاعد في اكتوبر. انت معاك المايك على فكره عشان تتكلم. قاعد في اكتوبر ان شاء الله. قاعد في اكتوبر. تنورنا قريب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. عبده اتفرج على الماتش فين؟ خد المايك. في بلدنا ان شاء الله. في بلدك ان شاء الله الرحمن، انت واسرتك كلها. ان شاء الله. طيب اوكي، اتفرجوا بقى بعد الماتش ترجعونا على طول تتفرجوا علينا. ان شاء الله. يا اما مش هتاخد التيشيرت. التيشيرت اهو لسه اهو. مروان اتفرج على الماتش فين؟ ان شاء الله انا والرابطه عندنا عاملين رابطه اهلاويه باذن الله، بنروح بلد جنبينا كلكم كلنا ان شاء الله بنروح بالسكلات وكده، فان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله هنكون كاسحين الدرده، وربنا الموفق ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله الرحمن. ان شاء الله باذن الله. يلا يا ابو حميد اتفرج على الماتش فين؟ ان شاء الله انا وزمايلي يعني في البيت يعني باذن الله. طيب اتفضل، ده التيشيرت بتاعك. اتفضل يا ابو حميد، التيشيرت بتاع حضرتك. التيشيرت بتاع حضرتك. التيشيرت بتاع حضرتك. نورتونا، انا سعيد جدا بتواجدي معاكم والله، حاجه تشرفني، ويا رب نكون متواصلين دايما كده مع بعض. وشرفتوه سلام لكل اهل كفر الشيخ 6 اكتوبر. سوهاج مساء الفل. مساء الفل. اسيوط مساء الفل. اليوبيه فيوم. فاصل ونكمل مع كابتن احمد او كابتن عادل طعيمه في الاول طبعا بالتاكيد، وكابتن احمد بلال وكابتن اسامه حسن. اهلا بكم من جديد، والجزء الخاص بالامور التحليليه الفنيه بالتاكيد لكل تفصيله كبيره وصغيره خاصه باللقاء اللي جاي الاهلي والترجي التونسي. اكيد هنفرد له مساحه كبيره جدا جدا جدا، وليه لا، هو اهم نهائي في البطولات القاريه على الاطلاق، دوري ابطال افريقيا. لكن ارحب بنجومي وكباتن ملعب الاهلي كابتن عادل. مساء الفل. مساء الخير كابتن. ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. كله خير ان شاء الله. كله تمام؟ تمام ان شاء الله. بلبل شياكتك شياكتك ازيك يا سيكا؟ الحمد لله. كله خير؟ الحمد لله كله تمام. كله تمام الحمد لله؟ الحمد لله يا حبيبي. ابو الاشبال ايه الاخبار؟ ازيك يا عرب؟ كله تمام؟ الله كده. امال انت فاكر ايه؟ والله يعني ما شاء الله الاسبوع اللي فات حفظت الناس كلها
تشكيله الترجي والنهارده برضو يعني ال بيغير لا نفس برضو يعني المتوقع تبديلات بس طب كابتن عادل متعودين مع حضرتك وكل نجوم ملعب الاهلي اللي عنده رؤيه معينه وجهه نظر فكره حاجه خاصه بالمرحله اللي احنا فيها يطرحها يمكن احنا مش محضرين لها كابتن عادل لو عندك حاجه عايز تقولها بسم الله الرحمن الرحيم بدايه المباراه القادمه بتوصلنا لكاس العالم للانديه وبالتالي ال 11 لاعب او ال 22 اللي راحوا تونس بتمنى من كل قلبي انه اذا كان هناك احداث في 90 دقيقه الاولانيه يحاولوا مع الجهاز الفني انها تبقى بره الذاكره يبقى انا رايح كسبان 3-1 وانا بادي في عمليه عزل انا ناسي خالص الاحداث اللي حصلت في المباراه من تحكيم او خلافه او ضغط جماهيري او ضغط اعلامي فانا قدرتي وانا باخد مبالغ قيمه من النادي علشان انا اقدر اتحمل هذا الجهد واتحمل هذا الضغط العصبي والا مفيش فرق بيني وبين اي حد تاني وبالتالي وانا رايح يبقى عندي الهدوء اذا هناك لا قدر الله وانا ده مش متوقعه ان شاء الله لان جماعه التوانسه اكتر من اشقاء فانا اللي انا اتمناه ان شاء الله ان اللعيبه يبقى اذا كان هناك اي نوع من الاستفزاز او اي نوع من انواع الضغط سواء الاتوبيس وهو بيتفتش او اذا كان في الفندق او ضغط في الملعب النادي الاهلي متعود على الكلام ده كويس قوي بيبان معدن اللاعب وقيمته الادبيه والفنيه والماديه من الحاجات دي شوف وليد سليمان بيلعب مفيش احساس حد بيشجع حد بيشتم حد بيعمل عنده عمليه عزل كامل يطلع مع اكبر واحد واكتر واحد فيه عنف ويطلع راس براس ويطلع وياخدها وهو كمان اللي بيكتف وهو اللي بيبقى متحمل الخبطات وشفنا قد ايه تحمل العنف الماتش اللي فات ومع ذلك بفضل الله كان يعني نجم النجوم هو وزملائه هاني بيعوض فتحي فيبقى هاني بيتفوق على نفسه علشان يعوض بيقول لجمهور النادي الاهلي وجمهور مصر كله والمنتخب ان انا خليفه احمد فتحي بعد عمر طويل وكذلك ايمن وكل خط الظهر بتاعنا كذلك المهاجمين النادي الاهلي عمره ما يقف على ازار ما النادي الاهلي بياخد بطولات قبل ازار لما يكون في بقى مروان في صلاح محسن في اي حد هيلعب في ممكن جدا العب من غير راس حربه خالص زي ما بنشوف الفرق الكبيره ريال مدريد وبرشلونه مش راس حربه الراجل بيسقط وبيتحرك على الاطراف وبتاع ف وكذلك دكه البدلاء لذلك الجهاز الفني انا عارف متاكد ان هم على قدر كبير من الكفاءه وقدر كبير من المهنيه ان هم الاعداد النفسي والبدني ان شاء الله تعالى والنفسي مهم جدا ان شاء الله المباراه دي تودينا الامارات كاس عالم الانديه ودي الخطوه اللي ان شاء الله خطوات بعديها علشان نخش مره ثانيه ننافس ريال مدريد وبرشلونه باذن الله بلال بص هي طبعا هي مباراه البطوله زي ما قال كابتننا تمام المباريات اللي زي كده كابتن سيد لها حسابات مختلفه خالص يعني حسابات اولا الحسابات الشخصيه بتاعت كل لعيب انت كلاعب عندك حسابات شخصيه بخلاف طبعا الحسابات بتاعت الانديه انت كنادي النهارده عايز تكسب بطوله ده وضع طبيعي لكن انا كشخص انا كلاعب عندي سي في محترم السي في المحترم بيتكتب فيه انت النهارده بعد ما تبطل النهارده وتخلص الكارير بتاعك كلاعب النهارده بتبص في الانجازات بتاعتك اللي انت عملتها هل خرجت بانجازات كبيره جدا الانجازات اللي انت عملتها وانت في النادي الاهلي متاح للجميع انه يحصل على الانجازات متاح للجميع ان هو يعمل سي في متاح للجميع ان هو يعمل تاريخ كبير جدا مع النادي الاهلي مباراه زي كده مباراه بطوله تتكتب في السي في يعني بطولات افريقيا ممكن الدوري العام نكون كل واحد فينا خد 5-6 بطولات دوري عام لكن مش كل واحد فينا خد 6-7 5-6 بطولات افريقيا الموضوع مختلف تماما فالنهارده دي بتتحسب لك وزي ما قال برده الكابتن عادل انت النهارده داخل على بطوله كاس عالم للانديه ده موضوع برده ثاني مختلف يعني النهارده راح تلعب كاس عالم فالامور مختلفه النهارده المباراه اللي زي كده كابتن سيد بتحتاج اللعيب اللي عنده شخصيه وانا اعتقد ان اللعيبه بتاعه النادي الاهلي كلهم عندهم شخصيه اللي يوصلهم للمكانه اللي هم يبقوا موجودين النهارده بيلعبوا في النادي الاهلي كاساسيين ويخوض المباراه دي يا كابتن اكيد كلهم عندهم شخصيه المباريات اللي زي كده العامل النفسي مهم جدا يعني العامل المعنوي مهم جدا 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 ممكن يكون اكوال مع العامل الفني داخل الملعب يعني النهارده ممكن يكون العامل النفسي يا كابتن والعامل المعنوي
بالظبط مساوي للعامل الفني داخل المباراه. انت فنيا النهارده ممكن بقدر كبير تقدر تحسم التاكتيك بتاعك، هتهاجم ازاي، هتدافع ازاي، الحاجات كل الحاجات المحفوظه دي، لكن الحاجه النفسيه والحاجه المعنويه مهمه بكثيره جدا جدا، ويمكن اهميتها لا تقل عن عامل التاكتيك داخل الملعب، اهميتها لا تقل عن الروح والاداء اللي انت بتاديه داخل الملعب، اهميتها لا تقل عن النهارده عن الاداء التكتيكي اللي هتعمله داخل الملعب. فالنهارده كابتن سيد لا، المباراه محتاج لعيب عنده شخصيه، محتاج المعنويات تكون مرتفعه جدا، محتاج الهدوء والتوازن النفسي داخل الملعب قد بالظبط زي ما محتاجه انك انت تنفذ تعليمات المدير الفني داخل الملعب النهارده. صحيح. مباراه محتاجه شخصيه، محتاجه لعيب عنده قدرات خاصه، محتاجه توازن داخل الملعب، في ضغوطات هتبقى موجوده على كل اللعيبه، من يمكن الضغوطات دي ابتدت من بعد المباراه اللي فاتت، كل اللعيبه عنده حلم النهارده سواء كان هيلعب او اللي مش هيلعب، كل اللعيبه عنده فكر، حتى اللي موجود على دكه البدلاء عنده برده فكر، في وقت من الاوقات ممكن يحتاجه المدير الفني. استعان بيه. اه طبعا وضع طبيعي جدا، فالنهارده لازم كل واحد يجهز نفسه على بقدر كبير جدا من الطمأنينه اللي جواها. بيلعب في النادي الاهلي، ما بيلعبش في فريق صغير، بتلعب في النادي الاهلي ده معنى ان انت رايح انت ليدنج عليهم اصلا، من ده الطبيعي جدا، بالاضافه ان انت كسبان 3-1 ودي برده مديك الادفانتج ان انت برده يعني هناك المباراه بالنسبه لك ممكن تكون اسهل بكثير جدا جدا من الترجي، فانت نفسيا لازم تكون متوازن بشكل كبير جدا، معنويا لازم تكون على قد المباراه. طيب كابتن اسامه، قبل ما اتكلم عن المباراه كابتن سيد، عايز بس يعني احيي بعض الاعلاميين، بعض المحللين وبعض الضيوف اللي حكموا صوت العقل وصوت الضمير خلال الايام اللي فاتت بعد مباراه الاهلي والترجي الاولى. احنا عشنا اوقات صعبه كانت بين مصر والجزائر في احداث صعبه جدا، كان سواء على صعيد المنتخب او صعيد الانديه، في ناس كان هدفها انها تزيد من النار خلال الفتره اللي فاتت دي، وعايزه توصل الاجواء ما بين مصر والجزائر تبقى مصر وتونس وكون النادي الاهلي طرف فيها، لكن يعني كان في ناس بنشكرهم، بعض الاعلاميين مش عايز نقول الاسماء، يعني الناس اللي تبنت فكره التهدئه ما بين مصر وتونس وحكمت صوت العقل وصوت الضمير في الوقت اللي فيه، بعض الاعلاميين كان دايما عايزه تسخن الاجواء، دايما عايزه الدنيا ملتهبه، وفي نفس الوقت برضو بتلاقي ناس يعني خونه بتسرب لقطات وبتسرب حاجات. بفكروني بتوفيق الدين في فيلم صلاح الدين الايوبي لما فتح البوابات والناس دخلت وفي الاخر قال لك خيانه. نفس اللقطه، في الاخر احنا مصريين، في الاخر هي مباراه كره قدم ما بين مصر وما بين الاهلي وما بين الترجي، فرقه من مصر وفرقه من تونس، لكن انت عايز تقول بينهم يعني علاقات كبيره. احنا كمان يعني ده جزء مهم جدا، الامر الفني حلو والتحليل الفني رائع وكل حاجه، لكن انت عايز تقول حاجه يا كابتن اسامه مهم جدا، كانت ممكن تبقى طرح في السؤال الثاني ليا، ان في وقت من الاوقات بغض النظر عن ميولك وبغض النظر عن انتماءاتك وبغض النظر عن توجهاتك، لكن بتتجمع كمصريين طبعا قدام او ورا فرقه واحده، يعني فرقه واحده زي ما كنا في 69 مثلا في اول بطوله افريقيه خدها او حصل عليها فرقه مصريه كانت النادي الاسماعيلي. نادي القاهره كان كله ناس من الاسماعيليه وناس من القاهره وناس من كل المحافظات، بالتاكيد كان فيهم ناس كتير جدا اهلاويه، كان فيهم ناس كتير جدا زملكاويه، كان فيهم ناس كتير اسماعيليه، لكن في وقت من الاوقات انت بتشيل الانتماءات وبتشيل التوجهات التشجيعيه اللي عندك وبتتجمع ورا فريق. طبعا. فده وقت مهم قوي ان كلنا كمصريين نتجمع فرقه ورا فرقه واحده. خلي بالك وانت بتجيب التاريخ كده، عايز كابتن عادل يعني استحضرني في معلومه، كان اول بطوله افريقيه للنادي الاسماعيلي كان الكابتن هاني مصطفى بيلعب وقتها في النادي الاهلي، والاسماعيلي استعان بيه من النادي الاهلي، فدي دي الروح اللي احنا عايزينها دايما ما بين الانديه. كان يجوز يعني؟ كان لا كان خده على سبيل الاعاره او حاجه. الاعاره اوكي قانونا يعني. اه فالنهارده عايزين اللغه السايده هي لغه الاحترام، لغه التهدئه، مش عايزين نعيش فتره كانت صعبه ما بين مصر والجزائر، خاصه ان العلاقه ما بين الاهلي وما بين الترجي على افضل ما يرام. بنروح طبعا نشوف المصريين. ادي الاهلي، ادي العلاقه ما بين الاهلي والترجي ده دايما على مر التاريخ ومر المباريات، نادي الاهلي راح هناك يعني خد البطوله من رادس، النهارده كان الترجي بيجي في ماتشات بيكسب في القاهره، العلاقه على افضل ما يرام، الترجي جه مصر يعني الناس استقبلوهم هنا استقبال كويس في مصر، وبعتوا المطار وفد استقبل البعثه، كان افضل اقامه، اتمرنوا في ملاعب كويسه جدا، الاستقبال في الجماهير في المباراه كان كويس. هي المشكله في معين شعباني شويه حب يسخن الاجواء، حب يصدر التصريحات خالص في 25 دقيقه كابتن عادل، يعني هل ازمه
الاهلي والترجي في 25 دقيقه ان الاتوبيس اتاخر في الدخول 25 دقيقه بقت ازمه؟ لا بالعكس، ما احنا دي اجراءات امنيه يا استاذ، فرقه الاهلي كده، مبعثه الاهلي كده، واتوبيس الاهلي كده، واحنا هنا في مصر وكنا بنروح مباريات بتلاقي زحمه في الطريق بالرغم ان معاك شرطه وبتامن الطريق، لكن في الدخول في المباريات في الجماهير في الاعداد الكبيره طبيعي انك تتاخر في مباراه دي، مش حاجه. لكن المباراه هناك يعني مش هتبقى سهله، محتاجين كارترون يجهز اللعيبه نفسيا وذهنيا عشان المباراه يدخلوا باقوى حاجه عندهم. في نقط ضعف في الترجي، في نقط ضعف في الترجي، في نقط قوه عندهم، نقط قويه بيلعبوا طبعا على ملعبهم وسط جمهورهم، لكن عندهم نقط ضعف قويه جدا نقدر نحط ايدينا عليها، خاصه في معين الشعباني. معين الشعباني في المباراه الاولى لما كنت معاك انا كابتن سيد قلت لك هيبقى نقطه ضعف، ما عندوش الخبرات الكبيره في المباريات الكبيره. بنت عليه في اول خمس دقايق في اللقاء، اول خمس دقايق مع الحكم، مع صفاره الحكم بدات العصبيه، بدا يجري على الحكم الرابع، بدات حتى في تفاعله مع المباراه في تغييراته. لو بصينا على الترجي في سيناريو المباراه كابتن عادل هي تغييره واحده في 90 دقيقه، حتى ما في الدقيقه 79 كمان 79 وما اثمرتش كمان عن انها ترجح كفه الترجي. في نقط ثانيه ضعف لسه هنتكلم عنها دلوقتي في التحليل الفني معاك يا كابتن سيد. طيب كابتن عادل، عشان اقفل المنطقه ديت، مواجهة الأهلي بفرقة الأهلي وشخصية الأهلي ومكانة الأهلي وكل حاجة وتاريخ الأهلي مع الترجي، لكن الراجل عايز يكسب، فهل يلعب بالطريقة اللي معتادة اللي لعب بها الماتش الأولاني اللي هي 4-3-3، ولا ممكن يعمل تغييرة شوية في الطريقة ويلعب 4-2-3-1؟ يعني أنا عامل ثلاث تشكيلات مستحيل يخرج براهم، مستحيل، بس خد الأول اللي هو فيها سعد بكير. سعد بكير اللي هي التشكيله الثانيه اللي هي عند حضرتك الثانيه، لكن هي دي متهيألي ممكن تبقى الاولى بالنسبه له، اختيار اول بالنسبه له، تساعد خطته او تساعد طريقته لو لعب ب 4-2-3-1، سامح الدربالي وايمن بن محمد وعلي اليعقوبي وخليل شمام وكلوبالي والشعلالي وسعد بكير وانيس البدري والبليلي وطه ياسين الخنيسي. من وجهه نظرك هل يستمر زي ما هو بالطريقه بتاعته 4-3-3 مع تغيير الاسماء، مكان شمس الدين الزوادي يلعب علي يعقوبي، وفي نص الملعب مكان فرانك كوم بيلعب بقى مسكيني يلعب الشعلالي يرجع ترني ورا، ولا يغير ب 4-4-2 مع احتياجه للفوز يعني؟ حضرتك سؤالك انه الترجي يلعب ازاي، يلعب ازاي افضل؟ الفكره اللي هو ممكن يطرحها، التشكيله او اسف الطريقه اللي ممكن يلعب بيها. والله شوف، هو بعد الماتش اللي فات حس ان هو بيفقد وسط الملعب، ولما فقد وسط الملعب وبقى فيها هجمات مرتده شكلت خطوره على مرماه، وبالتالي اعتقد انه كل تركيزه مع عدم وجود فرانك لابد ان هو يحاول ان هو في وسط الملعب بيلعب بثلاثه زي ما حضرتك قلت، ويبقى فيه سعد بقير يبقى هو الثالث. اوكي، الثالث تحت الثلاثه المهاجمين. اوكي، ودي هتبقى بالنسبه لنا هتبقى يعني نقطه مهمه، لكن برضه ما ننساش انه في ايمن بن محمد راجع، وده من الاظهره الكويسه، وبيقال عنه أنه هو خليفه علي معلول. وفي علي اليعقوبي راجع مكان الراجل اللي اتطرد في الماتش الاولاني شمس الدين الزواوي. وطبعا كوليبالي زي ما حضرتك قلت مجهوده قليل، شو التاني بيقل، وهو حتى كورته مش عاليه. ده ايمن بن محمد اللي حضرتك بتتفرج عليه، ده هو جاي من الدوري الايرلندي على فكره. اتفضل اتفضل يا كابتن. لو حضرتك تفتكر احنا قبل الماتش ترجي ب 48 ساعه كنا عندنا هنا حلقه، انا قلت لك فريق الترجي زي ما احيانا الانديه الكبيره بتبص تلاقي في جيل معين بتبص تلاقيه مميز قوي، في كفاءات عاليه جدا. فريق الترجي الفتره اللي احنا موجودين فيها فريق كبير قوي، اسم كبير قوي، لكن الفريق كفريق انا قلت الماتش ده احنا هنكسبه، وان احنا افضل باكثر خبره واكثر فنيا، لان هو عنده عنصرين ثلاثه مميزين، بقيه العناصر عاديه، احنا بنتفوق عليهم دوليا، عندنا لعيبه دوليين كتير، عندنا التقل في الملعب اذا كان فتحي ولا وليد ولا ازارو ولا كوليبالي ولا سعد سمير، عندنا تقل في الملعب. التقل ده هم ما عندهمش التقل ده، واحنا قلنا الكلام ده يوم الاربعاء قبل الماتش بيومين، صحيح، وقلنا ان احنا هنكسب لان احنا فريق اكثر منهم قدره على سيطره على وسط الملعب،
قلنا انه عمرو السولية هيبقى ليه واجبات هجومية، وده اللي حصل. لان حتى احنا اختلفنا، قلنا انه بيلعب بكل بحسام عاشور وعمرو السولية، فالاثنين شبه بعض. لا الاثنين مش شبه بعض، ده هو حسب التكليف بتاع المدير الفني. المدير الفني بيدي تكليفات لعمرو السولية انه بيزيد، وشفنا الماتش اللي فات جايب الجول الثاني نتيجه ان هو بقى راس حربه، زايد وبقى راس حربه. فهو بكل المقاييس اذا كان فقد عنصرين وراجع له ثلاث عناصر تقل لعيبه النادي الاهلي مع تراكم الخبرات. وزي ما انا قلت في بدايه كلامي، انا هنزل وانا ناسي تماما اي ضغط اعلامي سواء هنا او في تونس. انا نازل زي الجماعه بتوع البوكس، اسامه احمد الراجل كلايد، تفتكروه كلايد؟ محمد علي كلايد ده راجل كان دخل في الاسلام، ثم في 100,000 بيصرخوا عليه، نزل واحده والثانيه راح منايم الراجل بطل العالم، هو كان لسه طالع. بيقولوا له انت ايه اللي انت عملته؟ قال لهم انا اولا قبل ما اخش على الحلبه دعيت ربنا وعملت عمليه عزل. عزل يعني ايه؟ يعني وداني مش بتسمع. يعني انا هنزل ال 100,000 دول اللي بيصرخوا انا ولكن هم موجودين، كان الحلبه ما فيهاش حد. كذلك لعيب الكوره المميز لا يتاثر لا بمدح ولا بذم. لذلك لاعبتنا عندها ده، وان شاء الله كل تفاؤلنا باذن الله تعالى ان احنا مش هنتعادل، احنا هنكسب ونرجع من كسبانين ان شاء الله باذن الله تعالى. باذن الله تعالى، لانه احنا الجادرين ان احنا ناخد البطوله التاسعه وان شاء الله تكون موجود عندنا. هو دلوقتي هيبقى عنده مشكله في وسط الملعب، عنده مشكله كبيره في وسط الملعب، لانه احنا عارف ان احنا عندنا تقل في وسط الملعب. لان احنا برضو اعتقد ان الخواجه كارتيرون اعتقد انه هيلعب بثلاثه، لانه لازم هاني، لازم حد جنبه بيأدي الدور الدفاعي كويس، يبقى عمرو وحسام عاشور، ولازم الثالث يبقى بيأدي دور الدفاع كويس قوي، بحيث ان هاني لو زاد او لو هاني في ضغط عليه من الناحيه دي يبقى هو بيمنع اي خطوره جايه من ناحيه اليمين بتاعتنا اللي هي الشمال بتاعتهم واللي هي اصلا فيها خطوره. طيب بلال تروح لايه؟ يلعب ب 4-3-3 ولا 4-2-3-1 ولا يلعب ب 4-4-2 من خلال رجوع ايمن بن محمد، من خلال رجوع هيثم الجويني، من خلال رجوع الثالث مين؟ ثلاث من الرجال. سعد بخير. بص انا شايف، انا ممكن يكون لي وجهه نظر، ان يمكن كابتن عادل قال حاجه مهمه جدا، ان هو في نص ملعب هنا المباراه اللي فاتت هو النادي الاهلي يمكن اخذ منه نص ملعب، او الحوار في نص ملعب ما كانش لصالح فرقه الترجي غير بس في الكرات المشتركه. يعني هو النهارده عايز يضغط على النادي الاهلي، عايز يهاجم من بدايه المباراه. خد بالك سيناريو اي مدير فني بيبقى حاطط سيناريو للقاء، النهارده مغلوب 3-1 غير ما يكون مغلوب 2-0 غير ما يكون مغلوب 1-0. الامور بتختلف بالنسبه للمدير الفني وتحضيره للمباراه وطريقه اللعب اللي بيلعب بيها. 3-1 نتيجه كبيره، محتاج يجي يسجل هدفين، فبالتالي محتاج يضغط من بدايه اللقاء. يعني ممكن لو 1-0 يبقى في شويه بالانس، في شويه توازن في الـ في, الـ في الاداء الخططي او الفورميشن، يعني طريقه اللعب اللي بيحطها. انا متخيل ان هو مع الامكانيات اللي موجوده ممكن يلعب 4-1-4-1، ودي ممكن تكون الطريقه الانسب بالنسبه له. يحط عدد من اللعيبه، يحط زياده عدديه دي. يحط زياده عدديه في عنده في نص ملعب النادي الاهلي، وبحيث ان هو عنده برضو اللعيبه اللي تقدر تنزل في نص ملعب وتكمل في الحته الدفاعيه. لما يكون ممكن عايز من 4-1-4-1 يبقى واحد مع وليد سليمان مثلا، يبقى كده بالظبط. تمام، يعني هو ممكن يحط كوليبالي، هو ده اللعيب اللي قدام الاربعه الموجودين في خط الدفاع. تعرف لو انت بالطريقه اللي انت بتقول ده ساعدك فيها بقى. اول جيلين لا مش جيلين، محمد المسكني. ما اعرفش الامكانيات مين. محمد المسكني دفاعي اقوى بكثير. مكان فرانكو ممكن ده اللي يكون قدامهم، ويلعب باربعه. مش مهم، هو مش هيحتاج، هو طالما هلعب بواحد قدام الاربعه اللي موجودين مش محتاج يكون لعيب صانع، لان انا عندي اوريدي اربعه في نص ملعب، ممكن حد فيهم ينزل يلعب من تحت شويه، ممكن حد يلعب بلاي ميكر شويه، يفتح الاطراف، لو خاصه هو عارف ان احمد فتحي مش موجود، فممكن يحط واحد ناحيه يعني ناحيه شمال على محمد هاني، وده اللي يكون اللعيب من ضمن الخطه الاربعه. بالظبط، ممكن يوسف يبقى هو ده الدور بتاعه، وما يبقاش له دور في الحته الدفاعيه كبير، يبقى دوره مميز في الحته الهجوميه، ويعمل زياده عاديه في نص ملعب النادي الاهلي، يقدر يستحوذ ويقدر يضغط على النادي الاهلي، بحيث ان هو ما يخليش برضه النادي الاهلي انه يمسك كره كتير في نص ملعب. في المباراه اللي زي كده هو اكيد راسم في حساباته ان النادي الاهلي هيلعب على السرعات،
هيلعب النادي الاهلي يلعب على الكره على الكرات الطويله، مش هيحاول يستحوذ بشكل كبير في نص ملعب، هيحاول بقدر الامكان النادي الاهلي يلعب على طرف الملعب. فبالتالي اعتقد ان هو ممكن الثبات كمان اللي موجود عند الاربعه المدافعين، هو النهارده رجاله ايمن بن محمد، بس انا لما شفت التقرير لعيب كوره بس طبعا. ما عملش ولا اسيست في كل المرات اللي لعبها. يعني ده معناه اه بيلعب كره في نص ملعب بشكل كويس قوي، ولكن يعني ممكن يكون العرضيات بتاعته ممكن يعني ما تكونش متقنه بالشكل الكافي. هي كويسه بس يعني الاسيست دايما بيروح لانيس البدري، خلي بالك ممكن يروح اول واحد بيروح لانيس البدري، ده معناه ان هو ممكن ما بيوصلش للاخر، ممكن ما بيوصلش للاخر ممكن يعني. فانا شايف ان ممكن دي تكون الطريقه الامثل او الانسب بالنسبه له. انا عايز اضغط على الفكره، انا عايز اضغط على النادي الاهلي في كل مكان، عايز اضغط على النادي الاهلي في نص ملعبه، عايز استحوذ على الكره، عايز اكبر عدد عندي من اللعيبه اللي عندها امكانيات هجوميه داخل ال 18 بتاعه النادي الاهلي. فبالتالي المباراه اللي فاتت كان بلعب بثلاثه قدام، كان بلعب باربعه 3-2-1، اثنين من الطرفين، واحد في الفرود طه الخنيسي، المساندات الهجوميه ما كانتش موجوده، ما كانش عنده فعاليه، احمد فتحي كان واقف ما كانش بيطلع في بدايه اللقاء، وبعدين محمد هاني برده كان ثابت ما كانش بيطلع. فبالتالي حته انه يلاقي مساحه ما لهاش في المباراه اللي فاتت، فعشان كده ممكن يبقى الزياده العدديه هذه المنطقيه بالنسبه له في المباراه اللي بتاعت يوم الجمعه الجايه، عشان يملى نص ملعب بشكل كبير يعني. طيب بلال ادينا واحده كمان زياده، يعني احنا كنا محضرين ثلاث تشكيلات بثلاث طرق او طريقتين وطريقه مختلفه شويه، بلال ادينا واحده زياده ممكن. لا لا هي نفسها كابتن سيد، هي يعني انت كنت بتقول كلوبالي وغلال الشعلالي وسعد بكير، ممكن وانت بتهاجم كفريق ترجي اللي هيقف عندك هو كلوبالي، وبعد كده بتدي الحريه لسعد بكير وبتدي الحريه لغلان الشعلالي في الناحيه الهجوميه. في الناحيه الدفاعيه بيرتد غلان الشعلالي جنب كلوبالي عشان تقدر تمسك نص الملعب. انا اللي يهمني مش الترجي هيلعب ازاي على ملعبه، اللي يهمني توظيف اللعيبه بتاعت النادي الاهلي اللي هيوظف بيها كلوبالي. كلوبالي ما بغيرش طريقه لعبه 4-2-3-1، شفناها خلال مشوار البطوله سواء بره ملعبه او جوه ملعبه، حتى في مباراه الترجي اللي كانت في دوري المجموعات بالرغم انك انت حسمتها وكان الاهلي بيلعب انه يتصدر المجموعه، لكن هو برده لعب بنفس الطريقه، لعب بها في الحريه الغيني، لعب بها في وفاق سطيف هناك كانت 4-2-3-1. هي العمليه ازاي توظف اللعيبه اللي عندك زي اسلام محارب ناحيه الشمال، ازاي توظف كان احمد حمودي او ميدو جابر، توظيف الكره وانا مش معايا ايه دور الاثنين اللي على الطرف ده، دول هم دول هيفرقوا مع نص الملعب. لازم النهارده ممكن كنادي اهلي لما بفقد الكره انا بحول بقى طريقه لعبي من 4-2-3-1 ل 4-4-1-1. النهارده لازم اسلام محارب، يعني لسه ما نعرفش مين التشكيل بتاع النادي الاهلي اللي هيبتدي، بس بتكلم كاسماء في الـ في الـ في, الـ في التمركز. يعني اسلام محارب لازم يبقى ليه دور مع ايمن اشرف في الناحيه الدفاعيه، ولازم الاثنين كجبهه ناحيه الشمال لازم اقفل الناحيه الشمال. النهارده محمد هاني وفرصه برضو كويسه ان محمد هاني المباراه اللي فاتت خد وقت طويل، احمد فتحي لا قدر الله، يعني طبعا احمد فتحي خساره وانه ما يكونش موجود في المباراه النهائيه خساره كبيره، طبعا ليه خبرات كبيره وفي الاجواء دي طبعا في الملعب وفي الاجواء دي، لكن برضو توقيت الاصابه كابتن عادل كابتن بلال في اول 10 دقائق في المباراه وال 15 دقيقه ادى مساحه لمحمد هاني، مساحه كبيره انه يقدر يشتغل، ده برضو بيديله تقل للمباراه النهائيه. عكس النهارده لا قدر احمد فتحي جات له الاصابه في اخر المباراه وانت محمد هاني بتحطه في المباراه الاخيره من غير ما يعيش اجواء الترجي في المباراه الاولى. فالنهارده دي بتقدر تساعد محمد هاني برضو انه لعب وقت تديله ثقه وتديله ثقه تكسب وشارك كمان فيه في المباراه، فكويس انه عنده الخبره من المباراه الاولى. فالنهارده محتاجين محمد هاني وقدامه الباك الراجل اللي قدامه سواء احمد حمودي او ميدو جابر، اتمنى يكون ميدو جابر، ان ميدو جابر عنده النواحي الدفاعيه اعلى شويه من احمد حمودي، شفناها في مباراه وفاق سطيف وبيأدي الدور الدفاعي بشكل مميز يقدر يقفل بيه. عندك الاربعه الاثنين دول لما بيرجعوا عندك حسام عاشور عمرو السري، يبقى انت قدرت تقفل اطراف الملعب وقدرت تقفل عمق الملعب. النهارده رجوع وليد سليمان بيرجع شويه عشان هو بيبقى المحطه اللي انت تقدر تطلع عليها، النهارده لما بتفقد الكره تقدر تطلع على وليد سليمان، زائد المهاجم بقى سواء مروان محسن او صلاح محسن، والاثنين ان شاء الله يعني يعوضوا غياب ازارو. خلي بالك يا كابتن سيد احنا عندنا النهارده النادي الاهلي وليد ازارو منتخب المغرب، مروان محسن منتخب مصر الاساسي، منتخب مصر الاساسي، صلاح محسن منتخب مصر الاولمبي ومنتخب مصر الاول برضو من العناصر الاساسيه اللي شاركت. مروان محسن بيشارك مع منتخب مصر بيقدم مباريات كبيره وبيهدف وعنده الخبرات، لعب قصاد تونس هنا في مصر واحرز في تونس منتخب تونس في المباراه الوديه، لعب كاس امم، لعب كاس عالم، عنده خبرات كبيره وعنده كمان محطه كويسه بيقدر يرفع الكوره، بيقدر ياخد الفاولات اللي تنقل الفرقه.
وبجيد التعامل كمان يعني اعلى من ازارو كمان. يعني احنا يعني كله زعل لما ازارو توقف بعد اللقاء بتاعه، لكن مروان محسن عنده ميزه في الكور العاليه تقدر تطلع بيها. مروان محسن محطه كويسه انه يقدر يشتغل بالدماغ يزحلق الناس اللي جايه من تحت، فدي ميزه برضه في مروان محسن. النهارده وليد سليمان لما يبقى تحت مروان محسن تقدر بقى تربط الخطوط ببعضها. الحاجه الثانيه برضه السلبيه، وانا كنت بتكلم على السلبيات بتاعت الترجي وقلت معين شعباني نقطه ضعف عندهم كبيره جدا، ان هو خبرته لا تتعدى الماتشين. مباراه امام اول اغسطس فاز فيها بالتحكيم، خلينا نقول بقى ايه بالوضوح، الترجي فاز فيها بالتحكيم ووصل وبقى طرف في المباراه النهائيه بالتحكيم، ان اول اغسطس هو لا يستحق. الحاجه الثانيه كان قدام حمام الانف وهي فرقه ضعيفه. المباراه الثالثه ليه كانت امام الاهلي، شفنا تغييراته، شفنا رد فعله على الخط، عصبيته، وده اتنقل للعيبه. فمعين الشعبان لا يتعامل او لا يجيد التعامل مع المباريات الكبيره. عندنا نقطه ضعف الثانيه والمهمه جدا، ان فرقه الترجي على ملعبها دخل فيهم ست اهداف خلال مشوار البطوله. في المباريات اللي بره ملعبهم دخل فيهم هدفين، فدي نقطه سلبيه مهمه. النهارده لما هو هدفين قبل الاهلي يعني قبل الاهلي خلال مشوار البطوله ست اهداف على ملعبه، فاذا النهارده عنده نقط ضعف في الاثناء وهو بيهاجم، عنده نقط ضعف في خط ظهره. عندك سامح الدربالي لما بيبدا يهاجم سبعه كمان يا اسامه، سبع اهداف طبعا، لان هو دخل في كورتين. دي تمرينه الترجي طبعا، كل الحاجات دي عندنا في تمرينه الاهلي. شكرا يا سمير، هايل يا سمير، 100 100 يا سمير. اوكي، انت عندك هدفين في كمبالا وهدفين في اول اغسطس، وهدف في مباراه الاهلي، وهدف في مباراه النجم، وهدف كان في سبع اهداف في ادوار التمهيديه سبع اهداف. فاذا النهارده فريق بيلعب على ملعبه ويدخل فيه سبع اهداف، فده رقم كبير. تقدر تشتغل بقى في المساحات اللي ورا سامح الدربالي بيجيد الناحيه الهجوميه، لكن في مساحه كبيره يقدر بقى يشتغل فيها المهاجم، يقدر يشتغل فيها لعيبه خط النص. النهارده يوسف الزوادي ليه تقله في الدفاع، وهو اللي ابتدى المشوار كله. النهارده لما تجيب محمد يعقوبي مع الشمامي برضه نقطه ضعف في السرعات اللي ممكن تبقى متواجده في الناس اللي بتيجي. هم الثلاثه قريبين، يعقوبي والزوادي والشمامي، الثلاثه قريبين في حته عنصر السرعه يعني. عنصر ايمن محمد مفتاح هجومي، لكن برضه عندك النواحي الدفاعيه في ظهره تقدر تشتغل فيها. فان شاء الله زي ما احنا بنقول الترجي عنده مراكز قوه، هناك عنده لعيبه كويسه في الخط الهجومي، طه الخنيس ويوسف البلايلي وانيس البدري، وعنده يوسف الجويني بعد عودته، لكن عنده نقط. هيثم الجويني مظبوط. ممكن هيثم الجويني كمان يدفع بيه من الاول، يعني يا احد طه ياسين الخنيس، خلي بالك هم الناس هناك يعني زي ما شويه بلغوط الكوره كده على طه ياسين الخنيس. طيب هنشوف الاهلي بقى ومواجهته للموضوع يا كابتن عادل، من وجهه نظرك الاهلي عارف هو عايز ايه من المباراه؟ داخل المباراه هو الاعلى شويه في النتيجه، طبعا مباراه وظروفها واحداثها وكل حاجه يا رب تكون مناسبه للاهلي، لكن انا بتكلم في المعطيات او الورق لحد دلوقتي، كيف يواجه الاهلي او كارترون تحديدا المباراه؟ في نقطه دايما بتبقى في شخصيه المدرب، وده الرد لاحمد. في مثلا جوزيه كان من النوع اللي هو مقامر، يعني عنده القوه ان هو ممكن يجازف ويروح شايل باك ويروح منزل فرود يشيل سرد باك ويروح منزل، يعني في نوع، ودي مطلوبه احيانا. انا ما اعتقدش ان المدير الفني للترجي عنده الحته دي، هو هيبقى بيلعب وعنده حرص شديد لانه بيلعب النادي الاهلي وعارف قيمه النادي الاهلي. زي بيقول اسامه، منتخب مصر كله النادي الاهلي. لما تلاقي هاني منتخب مصر، شناوي منتخب مصر، كوليبالي منتخب، سعد سمير منتخب، ايمن حسام عاشور منتخب، عمرو السوليه منتخب، حتى عمرو مروان، الولاد كلهم، حتى البدلاء شريف وكل البدلاء كلهم منتخب مصر. هو لا يمكن هيجازف انه في ملعبه ويلعب بتقصير في وسط الملعب، ده هو مشكلته وسط الملعب. وهو لو هو طبعا مدرب، واعتقد ان هو يعني عنده فكر برضه، سيطره وسط الملعب دي هتبقى مهمة جدا، ولن يجازف ان هو يلعب باثنين والاثنين دول ما فهمش فرانكو. يعني فرانكو برضو بيبقى ايه، بيسقط شوية بين السردباكين علشان يقفل اي اختراقات او اي حاجة من دي. لذلك انا متفائل جدا ان احنا في وسط الملعب اتقل، في وسط الملعب عندنا لعيبة ما بتتأثرش لا بجمهور ولا بتتأثر بضغط اعلامي، وعندهم من الجهد وعندهم من الكفاءة ان امتى يستحوذ وامتى يحافظ يا كابتن على رتم الماتش.
وده مهم جدا. حسام عاشور ترمومتر امتى يهدي وامتى يلعب الباص على جنب وامتى يلعبها للامام وامتى يرجع لورا. مع عمرو السولية حافظين بعض في نوع من التجانس. انا عمرو بزيد بسدد بعمل الكره العكسيه، وليد سليمان بيكمل الحته الدفاعيه والجانب الهجومي وصناعه اللعب مع التسديد كرات الثابته الحاجات اللي بتعمل على ال18 التكمله زي ما شفنا الماتش بتاع وفاق سطيف اتعملت له من حمودي وطلع عملها بدماغه. الماتش اللي فات في اضافه كمان انه كارتيرون ابتدى يخلي وليد يبقى في حر في حريه. يعني شفنا وليد الجول الثاني وليد ما كانش في وسط الملعب، كان ناحيه اليمين كان مطوح شويه فمدي له حريه حركه، وحريه الحركه دي بتخلي الرقابه اللي عليه يعني فرانكو مش هيروح مع وليد ناحيه اليمين، ودي برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن المدير الفني يبقى صاحي ليها. انا هيبقى في رقابه، معروف كلنا ان احنا هيبقى في رقابه على وليد، وبالتالي يبقى انا لازم علشان ابعد عنه هذه الرقابه ابتدي اديله حريه امتى يهرب من الراجل ده، يروح على اليمين او الشمال او في العمق او يسقط. رؤيتي ان انا في عندي اربعه خط الظهر، في وسط الملعب في ثلاثه، في وليد سليمان هلعب على المرتده السريعه، وبرضو هحاول ان انا في اول 10 دقائق اول ثلث ساعه ما اجيش فيها جول. كل ما الوقت زاد صالحي في صالحي مع قلق مع نرفزة، وزي ما بيقول كابتن أسامة وكابتن أحمد الراجل عصبي بره، ما هواش هادي، مش عامل سيناريو للمباراة، مش حاطط بقى أن أنا أول 10 دقايق لازم أجيب جول وبعدين بعد ربع تلت ساعة هعمل إيه. الكلام ده نتيجة الانفعال ده بيفقدوا التركيز وأنا بأدي. طيب أكمل مع حضرتك وتأكيدا لكلام أسامة، وإنت منفعل وإنت منفعل أو متنشن أو متوتر في حاجات بتمر عليك كده يعني ما بتاخدش بالك منها، مثلا منها الوقت. يعني هو خد وقت طويل قوي في حته النرفزه والاعتراضات، فلما بدا ياخد باله ان هو ممكن يبقى عنده اوراق ممكن يستخدمها كان الوقت بدا يروح لان هو مشغول بحاجات تانية. وانا قلت لكم يعني هو راجل على فكره دماغه كويسه في الكوره، انا معاشره سنين كتيره جدا، لكن هو حتى هو مدرب عام او مدرب موجود في الجهاز الفني كان بيبقى دائم او متواصل الهجوم على الحكام من خلال الدك، يتحرك هنا ويتحرك هنا فبتاخد من وقته. لكن كمان الاهلي ممكن يصعبها عليه جدا، الاهلي ممكن يصعبها عليه جدا هدف. نعم هدف طبعا لو ربنا كرم بهدف طبعا، والمساحات هتبقى موجوده خلي بالكم يعني ان شاء الله الرحمن المساحات هتبقى موجوده، بس ده عنصر او الكوره في الماتش ده تحديدا يا كابتن عادل وكابتن بلال وكابتن اسامه. انا قلت ان في ماتشات بتبقى فيه لعيب اخطر لكن في لعيب اهم. في ماتش الاهلي والترجي كان في لعيب مهم جدا اسمه عمرو السليم، يعني الاهلي عنده لعيب خطير جدا اللي هو وليد سليمان او وليد ازارو او صلاح محسن لما ينزل او ميدو جابر، لكن في لعيب بلال بيبقى مهم جدا، رتمه وتواجده وحرصه وربط الدفاع بالهجوم والدفاع بالوسط ده مهم قوي قوي. الستاره اللي بيعملها عمرو السولية واللي بيعملها حسام عاشور والضغط اللي عملوه على فرانكو والضغط اللي عملوه على كولوبالي، فانت ممكن ما تلوحش واحد مثلا يكون هو في الحته في الجزء الامامي، انت ممكن يبقى عندك ناس مهمه جدا تديك الافضليه صح. اتكلم عايز تتكلم في النقطه دي يا بلال او عندك حاجه عايز تطرحها في الجزئيه ديت، لان مهم قوي ان الناس تبقى عارفه كمان ومتواصله فنيا معانا. بص يا كابتن سيد، يعني انا طبعا مع كابتن عادل في الكلام اللي بيقوله ان احنا فكره انك تلعب 4 3 3 دي يا كابتن، يعني الفكره دي الارجح بالنسبه لي، يعني لكن انا شايف ان الاثنين اللي موجودين بالنسبه لك زي ما اتكلمت يا سيد مهم جدا حته الستاره دي. يعني ايه الستاره دي؟ الاثنين اللي بيلعبوا قدام الاربعه المدافعين عاشور والسولية هم الدور الدفاعي بتاعهم الكبير المفترض يقوموا بيه، وفي دور هجومي كمان كبير جدا المفترض برضه يقوموا بيه. خد بالك انا النهارده كمدافع لما بحس بالثقه في اللعيبه اللي موجوده في نص الملعب عندي ببقى مرتاح، يعني ببقى سالم الكره وانا مرتاح، ما بضطرش ان انا اشتت كل كره طويله قدام، لان خد بالك انت سيناريو انك تشتت كل كره لقدام دي ما هترجع لك بسرعه، تبقى طول الماتش طول المباراه مضغوط. حته التحركات واللينك هو انت بتحتاج كام ثانيه عشان تبني فرصه؟ بالظبط كام ثانيه؟ بتتكلم في 7-8 ثواني يعني ما بتتكلمش طبعا، في عدد قليل جدا قليل جدا طبعا. تتخيل يعني ان انت عشان تبني هجمه ممكن تبنيها في نص دقيقه؟ لا، لو انت عامل استحواذ وباص ممكن في نص دقيقه لو الكلام ده بتلعب فريق بيلعب زون ديفنس ماشي ممكن كده. لكن ممكن اعملها لونج باص في ثانيتين صح مظبوط. فعشان كده بقول لك الدور اللي بيعمله السولية واللي اتفقنا عليه برضو من المره اللي فاتت حته الربط ما بين الخط الدفاع وخط الهجوم، الحته دي مهمه جدا جدا جدا. التحركات اللي بتحركها في نص ملعب يمكن للاسف احنا ما عندناش الحقوق في المباراه اللي فاتت، الحاجات اللي بياخدها
من ورا من ورا لعيبه نص ملعب بتوع الترجي. دي حاجات مهمه جدا اللي تقدر توصل بيها وتبني بيها هجمه جيده جدا لصالح النادي الاهلي. واتعملت اكتر من مره المباراه اللي فاتت. عمرو السوليه كابتن يستلم في ظهر لعيبه نص ملعب بتوع الترجي، خلاص بيبقى مواجه للمواجه للجول بتاعهم، عنده فرصه انه يلعب على طرف الملعب، عنده فرصه انه يكمل، عنده فرصه انه يشوط. المباراه اللي فاتت عملها بشكل رائع جدا جدا. حته التكمله كمان اللي بيعملها يعني في ال 18 اللي سجل منها هدف، وقبل كده برضه سجل اهداف مع النادي الاهلي، هو ده الريتم بتاعه، هو ده اللعيب يعني اللي بيسموه بوكس تو بوكس، يعني بيلعب من ال 18 لل 18 بيقدر يسجل هدف. عايز اقول لك مهم جدا جدا الحته دي، لان انت عندك كمان ممكن مستر كارترون انه يخلي كمان الاثنين الباكين بالنسبه لك يبقى هم اثنين مدافعين مع الاثنين الاستوبارين، ما يتحركوش، ما يبقاش لهم مهام هجوميه، وده وارد جدا جدا يحصل المباراه اللي فاتت. انت النهارده انت كنادي اهلي المباراه اللي جايه انت النادي الاهلي هيلعب على الوضع طبيعي انه هيلعب على الكرات المرتده السريعه، وضع طبيعي جدا ممكن يلعب على الكرات الطويله. عندك اثنين عندهم سرعات، عندك وليد سلمى عنده سرعه، اسلام محارب عنده سرعه، صلاح محسن لو ابتدى المباراه برضه هيبقى عنده سرعات. فانت النهارده عندك لعيبه عندها سرعات، ممكن ما تحتاجش في المباراه اللي جايه الاثنين الطرفين يا كابتن ان هم يشتغلوا في الناحيه الهجوميه، ممكن تحتاجهم بس ان هم يقفلوا، كل واحد يقف في مكانه مع الاثنين الموجودين الستاره، وما اعرفش مين ممكن يلعب في نص ملعب ثالث. يعني هل ممكن يستعين بميدو جابري وهو ده اللي بيلعب مع الاثنين الموجودين في نص ملعب؟ هل ممكن مثلا يخلي وليد سليمان يلعب زي ما هو تحت الفرد؟ وانا ما حبسش الحته دي، انا شايف ان وليد سليمان يديله طرف ملعب، لان دي هتبقى مهمه جدا بالنسبه له. انت النهارده الترجي زي ما اتكلمنا وزي ما شفنا هم عندهم الباكين عايزين يعملوا شغل، عايزين يطلعوا الاطراف، ففي فرصه كبيره جدا بالنسبه للنادي الاهلي انك تحط اثنين سرعه على طرف الملعب يلعبوا على الهجمات المرتده السريعه، تبقى بالنسبه للنادي الاهلي في خطوره كبيره جدا يا كابتن. لو وليد سليمان لعب على الطرف مش في القلب، في القلب هتبقى الدنيا مقفوله خالص، هتبقى صعبه جدا عليك، تبقى الدنيا مقفوله في القلب. وليد سليمان لو كان موجود هنلعب كره كويسه، بس مفيش مش هتلاقي الوقت والمساحه انك تشتغل فيها ككوره. فانا بشوف ان الطريقه دي هي الامثل بالنسبه للنادي. طيب يعني هو طبعا سمير بيربط لنا باللي حصل مع عمرو السوليه زي ما حضرتك ذكرت، يعني عايز تقول حاجه في الموضوع ده يا كابتن اسامه؟ ده الهدف، ده الهدف الثاني. خلي بالك اللاعب الكوره عمرو السوليه وليد سليمان فتح الخط، ووليد سليمان وقف وتقلع الكوره سابها تحت رجله كام ثانيه. في الوقت ده عمرو السوليه شاف في دايره السنتر، ده قطع في ال 18. صحيح. وخلي بالك كانت احنا اتكلمنا وقلنا عمرو السوليه هيبقى ليه تواجد في ال 18 مع وليد ازار وقتها ومع اسلام محارب وهيطلع. لكن عمليه وجود بقى عمرو السوليه في المباراه الجايه يعني هنشوف، لا في تحفظ شويه، مش هنشوفه يكمل في التكمله دي، هيكون في حرص شويه منه من حسام عاشور، مش هيبقى فيه الزياده اللي احنا شفناها في المباراه الاولى. المباراه الثانيه مهم جدا يبقى عندك لعيبه في نص الملعب بتعرف تقف على الكوره. في نص الملعب او في قدام، يعني اسلام محارب في وقت من الاوقات ما ينفعش ان انا العب الكوره لمسه واحده وافقد الكوره، لا محتاج اقف على الكوره مره واثنين وثلاثه، تبدا الناس تطلع، تبدا الناس تقرب من بعض، ويبقى عندي عمليه الاستحواذ. عمليه الاستحواذ والسيطره في نص الملعب هي دي اللي هتخلق ان شاء الله الفرص في مباراه الترجي النهارده. لو قدرنا نمسك نص الملعب بالتمريرات القصيره اللي بتميز النادي الاهلي عن طريق حسام عاشور والسوليه، نقدر نلعب الكرات الصغيره وبعد كده نعمل الباص الطويل مثلا لمحمد هاني او لايمن اشرف نفتح بيه الملعب. هي تحضير تحضير تحضير, تحضير 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 وبعد كده. اما النهارده لو انا عايز ابدا اطلع وانا مضغوط انقل الباص الثاني تقطع مني ترد عليا ثاني هيبقى عندي مشكله. فالنهارده لازم يبقى فيه نص الملعب محارب عاشور السوليه وليد سليمان. وليد سليمان بيعملها بشكل مميز، لما الكره بتجيله بيقدر يقف عليها، بيقدر يغير اتجاهاته، يغير يعمل ترنات في نص الملعب لما يبدا لعيبه تطلع في نص الملعب ويبدا يشتغل عليها. النهارده برضو لازم يبقى فيه انطلاقات دايما، انطلاقات من الناس اللي تحت، لازم يبقى فيه مغامره، اسلام محارب لازم يكمل، ميدو جابر، السرعات اللي بتيجي من تحت، لازم المهاجم الموجود لازم النهارده يبقى محطه، يعني مروان محسن محطه كويسه، بيعرف ياخد فاولات على 18. شفنا طه الخميس المباراه اللي فاتت خد له حوالي 3 4 فاولات على 18 كلها، هو بيجيد التمثيل شويه على ال 18، مجرد كلوبالي بيلمسه بيقع بياخد فاول. مروان محسن بيعرف يعملها، بيعرف يعمل انه يبقى محطه يحضن على كورته، ممكن يتزق من ورا يبدا، دي حاجات كلها تبدا تنقل فرقتك. المباريات اللي زي دي يا كابتن سيد هي بتيجي فرصه، مش هتلاقي فرصه في اثنين في ثلاثه في اربعه، هي المباريات الكبيره دي. لو رجعنا كده بالذاكره مباراه الترجي الاولى في رادس اللي كسبناها 1-0 عن طريق وليد ازارو، هو ده الفرصه دي اللي جت، وبعدها بثلاث دقائق ناصر ماهر. صحيح. بعدها بثلاث دقائق كان هما في حاله هجوم، اتعملت باص 2-3 ناصر ماهر انفراد كان عاملها له برضه وليد سليمان. فهي المباراه دي لازم يبقى عندك تركيز مليون في الميه، الفرصه
تقتل المباراه. وطبعا انت مامن زي ما كابتن قالوا اهم حاجه اول 15 دقيقه في المباراه يبقى عندك التماسك الدفاعي. ازاي تمتص حماس الجماهير؟ هتلاقي فيه جماهير، هتلاقي فيه تشجيع رهيب جدا. ازاي بقى انت كخبرات بقى حسام عاشور وخبرات سليف كولوبالي وسعد سمير وايمن اشرف ووليد سليمان مرام الناس اللي لعبت في اجواء صعبه، ازاي تمتص حماس الجماهير بالباص؟ الحاجه المهمه بقى وبنوجه دلوقتي الاتحاد الافريقي ليها وحكم المباراه، لما يبقى فيه شماريخ، لما يبقى فيه شماريخ ويبقى فيه جو الجو لازم المباراه تقف. لازم المباراه تقف، دي قرار لازم المباراه تقف، عشان شفنا في مباراه اول اغسطس مع الشماريخ مع الدخان اللي حصل هدف وهدف بيتلغي. فلازم التحكيم النهارده مع الشماريخ والدخان اللي بيحصل لازم المباراه توقف فورا. والله يجي تحكيم من اوروبا والله يعني في اوقات لا تقنيه الفيديو الناس متعوده عليها بشكل كويس، الربط ما بين الناس اللي بتبقى موجوده في تقنيه الفيديو الفار يعني بالحكم اللقاء بيبقى في تعاون، في تعود عليها، مفيش مشكله لما يبقى في صعوبه راح نعم عندي حاجه لما يكون في اجواء بالشكل ده يعني ولا حاجه مفيش مشكله ان انت تستعين. بص يا كابتن عندي يعني عندي فكره كده، ما اعرفش هل يعني ممكن مستر كارتروني يبتديها. يعني انا مثلا انا بحبذ ان النادي الاهلي في اول ثلث ساعه ليه ما نكونش احنا الفعل مش رد الفعل؟ يعني ليه النادي الاهلي ما يكونش في اول ثلث ساعه ولا بيضغط؟ هو خلاص يعني فكره ان انت تبقى مستسلم من بدايه اللقاء يعني. طبعا يعني انا يعني انت كسبان 3-1 قلت ما بقتش مفاجئ خلاص اخضك استخبى ورا الباب، انا استخبى ورا الباب واخضك. قال له طب انا عارف ان انت هتبقى ورا الباب تخضني ازاي؟ شكرا يا بلال كده شكرا. بس في نقطه تكمله الكلام حبايبي الكباتن الكبار، عمرو السولية لما جاب الجول كان في حد معاه؟ لا لا. اذا الرقابه في وسط الملعب على المندفع من الخلف مفيش، ودي لو اتعملت مره او مرتين وعمرو راح، لان مفيش التزام بالرقابه في وسط الملعب. اللعيبه توانسه في وسط الملعب باستثناء فرانكو اللي بيبقى ملتزم بالمان بتاعه. صح عندك حق. عمرو السولية لما بيزيد ايه اللي بيحصل؟ مفيش حد معاه. وبالتالي لما عمرو السولية يزيد في الشوط مره او مرتين ويجيب هدف وده المطلوب بتصعب الامور. متى ما صعبت الامور يبتدي يفتح، وطالما ما يبتدي يفتح عندك دكه البدلاء بقى، عندك صلاح، عندك السرعات اللي انت عايز تدفع بيها، يبقى انت قتلت الجيم من خلال زي ما بقول كده كابتن بلال ان انا افاجئ الراجل ان انا بدافع اب 7-8، لكن ايه المانع ان انا بضغط وبعدين بعمل سرعه ارتداد، بضغط واعمل سرعه ارتداد في 7-8 على الاقل يا كابتن. في بدايه الماتش اول 10 دقايق بتديش امبريشن ان انت عايز النادي الاهلي. صح. النادي الاهلي بينافس كان في المقدمه مع ريال مدريد وبرشلونه وما زال. فانا لما بلعب مع الترجي مع احترامي يعني الترجي تيم كويس كل حاجه، لكن انا النادي الاهلي برضه صح انا لازم انزل اهاجم. وبرشلونه لما بيلعب في اي حته في الدنيا ما انا برشلونه بيلعب بيدافع بينزل توازن دفاعي وهجومي. ميسي من اللي بينزل يدافع مع اخر واحد، كريستيانو بيرجع يدافع مع اخر واحد. فانا فرقتي فرقه كبيره فرقه قويه، انا ما ينفعش ان انا استنى رد الفعل ان انا دافع واستناهم علشان يهاجموني وبعدين استنى ان الجول يخش فيا وبعدين لا ده انا يعني انا المفروض ان انا ادفع باكتر من عنصر فعال. عمرو السولية فعال جدا، وليد سليمان فعال جدا، مروان زي ما بيقول الكابتن اسامه كده فعال جدا، اسلام محارب لعب قبل كده في وسط الملعب كهاف ديفندر صح وممكن يلعب مزبوط. تالت صحيح صح. ممكن يلعب ثالث، ممكن هشام مش موجود يلعب ثلاثة ازاي؟ ممكن اسلام يلعب نقطة مهمة اسلام يلعب ثالث ويبقى عمرو السولية وحسام عاشور مايل ناحية اليمين علشان يأمن هانف، وبرضه بيزيد ما بين السرد باك والباك وبيزيد من على الطرف مع تبادل مع وليد سليمان. يعني الشغل ممكن يبقى فيه شغل عالي جدا. أنا النادي الأهلي لازم أنزل وأنا نازل الترجي أرعب فريق الترجي وأرعب الجمهور إن أنا من أول دقيقة ده النادي الأهلي صحيح أنزل واحدة في العارضة واحدة بالعرض، مروان حاطط دماغه طالع في كرة ثابتة حاطط دماغه، مجرد إن أنا هم عندهم حمل إن أنا عايز أجيب جولين، وفين جولين مع مين؟ مع النادي الأهلي. ده حمل تقيل قوي وهو نازل حاطط الحمل ده، فأنا لازم الحتة دي تبقى في المقدمة وانا عندي العناصر اللي هتنفذ الكلام ده. فانا شايف ان انا بنزل توازن دفاعي هجومي بدافع بسبعه وبعمل هجمات مرتده ثم بضغط ثم بعمل
عمليه سرعه ارتداد بحيث ان انا بدي له مساحه وفي نفس الوقت بشكل خطوره عليه. صحيح يا كابتن عادل. كابتن عادل عايز يقول لك كمان ان انا ممكن اعمل من التشكيله اللي انا اللي موجوده اساسا اغير في الطريقه. صح. يعني اعملها في الطريقه لان العناصر عندي موجوده واقدر استخدمها. انت عارف حضرتك ممكن جدا اسلام محارب الهجمه علينا يسال ثالث في وسط الملعب يبقى مع حسام عاشور اول ما استلمنا الكوره يروح على الطرف. يبقى ثلاثه يتغير الوظائف داخل الدفاع 4 3 3 وفي الهجوم 4 2 3 1 عادي. طب بلال نبعد شويه عن الفنيات. اللعيب الكبير الماتشات دي بتبقى ممتعه جدا بتستمتع وانت بتلعبها رغم كل الاجواء والمناخ والاهميه والقوه والانظار اللي هتروح لها والحاجات اللي ممكن تبان ان انت لو خفيف تلاقي نفسك بترتعش او بتخاف. لكن في لعيبه اللي هي عندها الشخصيه الحلوه بقى والنجوميه. يعني ايه نجم؟ يعني ايه نجم؟ النجم ده عنده حاجه مش عند الاخرين وكل ما بتجيله الفرصه ان هو يبعد بالنجوميه دي والمسافات ما بينه وما بين الاخر بيبعد. صح. فانت عندك فرصه دلوقتي ان انت تسجل لنفسك تاريخ زي ما انت بدات كلامك وقلت ان انت في دوافع عامه لكن في كمان دوافع فرديه في دوافع شخصيه في دوافع ذاتيه في تاريخك وكده. قول لي احساسك بالمباريات اللي زي كده بتحب كنت تحب تلعبها وبتحضر لنفسك ازاي والطقوس بتاعتك. بص يا كابتن سيد يعني دايما المباريات اللي هي زي كده لما بتلعب كمان قدام فرقه كبيره فرقه تقيله يعني تمام مش عايز اقول ان المباراه هتبقى مباراه مضغوطه بالعكس يعني المباراه بالنسبه للنادي الاهلي هتبقى مباراه جيم مفتوح المفترض ان هي تبقى جيم مفتوح. انا كفارود بقى يعني احب الماتشات اللي زي كده الفرقه اللي قدامك بتهاجم تبقى عندك مساحات تشتغل فيها بشكل كويس قوي بتبان شخصيتك قدراتك امكانياتك وزي ما احنا اتفقنا قلنا لعيب النادي الاهلي لعيب شخصيه لعيب شخصيه لانه اولا اتعود اللعب تحت ضغط اتعود اللعب على بطولات اتعود ان هو يلعب وسط اجواء يعني صعبه جدا وفي اجواء جيده جدا وجمهور كبير جدا وتشجيع وناس بتزوم عليك يعني لعب في كل الاجواء لعيب النادي الاهلي لعب في كل الاجواء دي فالنهارده كون ان انت بتلعب النهارده مباراه للتاريخ يعني مباراه نهائي افريقيا زي ما اتفقنا كابتن سيد وقلنا ان النهارده انت مش اي واحد بياخد بطوله افريقيا صعب يعني دي برضو حاجه في التاريخ بتاعنا مش اي واحد بيشيل الكاس ويقول ان انا خدت بطوله افريقيا الكلام ده بيتحسب لكل لعيب وبتفضل تفكر بيه نفسك واولادك وتاريخ بيتحسب لك فالنهارده ما تعايز تقول حاجه لا لا كنت عايز اقول بفكر غيرك اتفضل كابتن بلال ماشي فعايز اقول لك لعيبه النادي الاهلي في نجوم كبيره جدا موجوده في الملعب عمرو السوليه لعيب منتخب مصر زي ما الكابتن عادل بيتكلم حسام عاشور لعيب منتخب مصر سعد سمير لعيب منتخب مصر كوليبالي لعيب منتخب محمد الشناوي لعيب وخد احسن حارس في مباراه من مباريات كاس العالم كاس عالم يعني كل وليد ازارو مش موجود صلاح محسن محمد هاني منتخب مصر مروان محمد هاني مروان محسن منتخب مصر لعيب اساسي ايمن اشرف سعد سمير وكوليبالي منتخبات كل اللعيبه وليد سليمان لعيب برضه منتخب مصر ومن افضل اللعيبه اللي موجوده حسام عاشور عمرو السوليه نهائي كام لحسام عاشور سابع في دوري الابطال خلي بالك يعني تاريخ حسام عاشور حسام عاشور في نهائي 2005 كان موجود في نهائي 2006 وكان موجود في نهائي 2007 وكان موجود في نهائي 2008 وكان موجود في نهائي 2012 وكان موجود في نهائي 2013 وموجود في النهائي بتاع 2018 السنه اللي فاتت يمكن تعور تهيألي كان حسام عاشور متعور السنه اللي فاتت او في واحده من دول كان متعور ما كانش متعور مظبوط النهائي السنه اللي فاتت كان متعور حسام عاشور صح فعايز اقول لك ان انت النهارده اللعيبه اللي موجوده دي كلها لعيبه نجوم تقدر تلعب تحت الضغط يقدروا يستمتعوا بالمباراه انا شايف ان هي المباراه دي يعني ممكن تكون مباراه للمتعه يا كابتن بس مش بس مباراه للتاريخ ومباراه لا ممكن تكون مباراه بالنسبه للعيبه الكبيره مباراه للمتعه النهارده احنا المباراه اللي فاتت انت بتلعب في استاد القاهره يعني طريقه اللعب اللي بيلعب بيها حسام عاشور واللي بيلعب بيها وليد سليمان واللي بيلعب بيها عمرو السوليه لا طريقه لعب نجوم لعيبه كبيره في الملعب مش متاثره بضغط جمهور ولا متاثره بضغط مباراه نهائيه لا الناس بتستمتع في الملعب الاداء اللي ادوه في المباراه اللي فاتت هو اداء ناس بتستمتع باللعب فالنهارده اللعيب الكبير بيبقى محتاج للقطات اللي زي دي اللقطات اللي زي ما بتتكررش كتير يعني انت اتكلمت على حسام عاشور لعيب واحد بس في تاريخ كبير جدا في النادي الاهلي لعيبه كتيره جدا نجوم لعبت لعيبه كتيره جدا كباتن النادي الاهلي كانوا موجودين لكن مش كلهم لعبوا السبع نهائيات بس حسام ممكن يكون حاله منفرده فالنهارده فرصه لكل النجوم اللي موجوده بتلعب مباراه نهائيه تستمتع داخل يبقى جيم للمتعه بالنسبه لهم مش بالضروره ان الجيم يبقى مش لازم اضغط نفسي انا اللعيب الكبير دايما ما بضغطش زي ما انت قلت النهارده النجم يعني ميسي النهارده خمسة بلندور كريستيانو نفس الموضوع ليه خلاص هو حته الضغوطات دي اتشالت يا كابتن بقت حوافز كلها الموضوع ما بقاش ضغط نفسي الموضوع بقى حافز انا بشتغل عليه عشان كده بلال زي بقول لك النجم كل ما تجيله فرصه ان هو يبعد عن الاخر بيبعد صح يعني كل ما تجيله فرصه انه يتميز عن الاخر بيتميز ما بيقول لك ما بيستكفاش ابدا يعني ودي فرصه يا اسامه دي فرصه كويسه قوي يعني بطوله غاليه وعزيزه وقويه وغايبه بقى لها فتره خلي بالك انت خلي بالك دي مباراه بتقعد في التاريخ النهارده
لما بتشوف قناه الاهلي او التاريخ بيذكر مباريات النهائيه دايما، يعني ما يقولش انا عايش على جول الترجي بس معقول لا يعني من الاجوان اللي الناس يعني بتقالك ممكن تجيب اهداف، بس دايما اهداف النهائيات مؤثره، تبقى مؤثره، ومباريات كمان النهائيه بتبقى مؤثره في التاريخ. لكن انت مهم جدا كلاعب دايما انت او تخلي عندك دوافع غير الدوافع اللي بيقولها لك المدير الفني. دايما انت يبقى عندك دوافع ذاتيه ليه. النهارده ربنا يكرم ان شاء الله النادي الاهلي يتوج ببطوله افريقيا 9 في تونس، وليد سليمان ان شاء الله يكون افضل لاعب في افريقيا. النهارده يبقى عندك افضل مدافع، يبقى عندك افضل خط وسط، افضل مهاجم، يعني يبقى عندك كمان دايما اللقب الجماعي هيجيب لك الارقام الفرديه. فمهم جدا انك انت كلاعب تحضر نفسك للمباراه النهائيه، يعني نفسيا كده وبالتفكير ان مهم جدا الحاجات دي. الحاجه الثانيه يا كابتن سيد، النهارده برضو الدوافع، محمد الشناوي لسه ما خدش بطوله افريقيا، عندك سليف كولر خدها مع مازيمبي، ما خدهاش مع النادي الاهلي، في ايمن اشرف، في عمرو السوليه، في مروان محسن، في صلاح محسن، في هشام محمد، في اسلام محارب، يعني في لعيبه ما خدتش. فالنهارده لازم اقاتل من اجل عشان اسمي يتحط في التاريخ، ده مهم جدا. طيب سؤال مشترك، هل في ظل غياب وليد ازارو ممكن نلاقي وليد سليمان يلعب مثلا كجناح ايمن او ايسر ويلعب ناصر ماهر بعد الغياب الطويل ده، ولا الامر لا 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 طبعا انا بستفسر بس لا 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 اصل دي مباراه، المباراه دي بالنسبه لي اولا كاس عالم انديه، شعبيه النادي الاهلي بتزيد، المردود المادي كبير جدا. انت كاسم نادي، الراجل اللي بيجي يشتري الحق الرعايه بتاعتك بيزيد بالملايين، فالبطوله دي ليها مردود سواء في البث الفضائي، في الفانيلا، في شعبيتك في العالم كله، انك انت بتاخد البطوله المره التاسعه. ناصر بقاله فتره ما بيخشش في ال 18، وعشان ادفع بيه في ماتش زي ده صعب جدا ان انا بحمله حاجه. هو الولد لعيب لا خلاف عليه، حاجة رائعة، لعيب مكتمل، لعيب مكتمل، لكن إذا أنا هدفع بيه أدفع بيه في التوقيت المناسب. إنما زي ما الزملاء بيقولوا، يعني التشكيل في المباراة ديت هيبقى ليه حسابات زي ما أنت قلت. صح. الأهم مش الأفضل. صحيح. يعني اللعيب اللي هو هيبقى واقف على ليه. زي ما بيقول أسامة كده، في ثلاث اربع لاعبين ما تعرضوش لضغط جماهيري خالص. يعني اسلام محارب بقاله اربع خمس سنين بيلعب ما فيش جمهور، ميدو جابر بيلعب ما فيش جمهور. انما مجرد ان هو لعب مع فتحي، لعب مع ازار، ولعب مع حسام 60,000 الماتش اللي فات ولا كان في حاجه. يبقى اذا الجماعه الكبار قدروا يوصلوا للاعب ده اللي هو اصلا ما شافش جمهور بقاله بقالنا ست سنين ما فيش جمهور. ففي لعيبه ما شافتش جمهور، ايمن اشرف لعب مع ضد جمهور امتى؟ ما فيش، من سموحه لهنا لهنا ما بيلعبش، كل المدرج فاضي. فكون ان انا العب قدام 60,000 ومره ثانيه 80 واللي قبل كده 50 وابقى متزن وواقف على حيلي وادي الواجب الدفاعي والهجومي، دي عمليه طبعا بتبقى بتحسب للجهاز الفني، بتحسب للاداره، بتحسب للعيبه والجهاز الفني. الحاجه المهمه كمان من خلال كره القدم علمتنا ان انا بنسى نفسي، فانا كنجم هبقى نجم من خلال زمايلي، فانا مش هركز على نفسي وانسى ان انا بلعب في منظومه اللي هي النادي الاهلي ومعايا 25 لاعب، في 18 وفي اللي قاعدين في المدرج، دول كلهم منظومه واحده. فانا هبقى نجم امتى؟ لما اكون انا وانا بفكر في المجموعه. زي ما انت بتشوف كلكم بتطلعوا في التلفزيون ويقول لك ايه، يقول لك انت مش عارف انت هداف، يقول له لا، كل لعيبه النادي الاهلي كده، يقول لك انا هداف الدوري، لا انا يهمني ان انا اخذت الدوري، ما يهمنيش اللقب ان انا اخده، ودي الحاجه اللي فيها انكار ذات، ودي اللي موجوده كلنا بنسعى ليها. طيب يعني حتى التمرين باين ان اللعيبه الحمد لله رب العالمين في حاله تركيز عاليه، وكمان يعني ما فيش تنشنه ولا توتر ولا حاجه، ودي حاجه كويسه جدا. طب حابب بقى في الموضوع ده عشان اخد رايكم، قدامنا يعني حوالي خمس ست دقائق بالكثير قوي، حد حابب يقول حاجه في منطقه الاهلي والترجي عشان اخد رايكم في نتائج الاسبوع 13 في الدوري؟ بلال، اسامه. خلاص لا خلاص. طيب اوكي، يبقى هنكمل بكره مع حضراتكم بالتاكيد كمان التشكيله اللي ممكن يلعب بها معين الشعباني الاهلي،
الثانيه والثالثه بقى زي ما استعرضنا الاولى. وكمان هيبقى معانا ضيوف اكيد هنتكلم على مباراه الاهلي والترجي مره ثانيه وثالثه، واحنا ورانا غيرها يعني هي الاهم بالتاكيد في الموسم ده. لكن كمان ما بننساش الدوري، 18 دقيقه بس النهارده كانت كفيله ان طارق يحيى يسيب بتروجيت، كان متقدم الراجل في الشوط الاول بهدفين، وتاخر من ابتداء او رجعت نجوم اف سي. طبعا قلت لكم احمد سامي وانا وكابتن عادل اتفقنا، فاكر قلت لكم ده واحد من النجوم اللي جايه في عالم التدريب، جاي زي ما عماد النحاس النهارده بيتفوق على الانتاج الحربي بهدفين. لكن احمد سامي بيقلب اللقاء خالص بهدف في الدقيقه 69 لاحمد ربيع بيقلل بيه الفارق، وصلاح امين في الدقيقه 73 واسلام الفار بيجيب هدف رائع جدا ويمكن من احلى الاهداف اللي شفتها في الدوري المصري. سريعا يا كابتن عادل، نتيجه مفاجاه ولا متوقعه؟ انا بسميها دي مباراه السبع دقائق. فريق البتروجيت جاب الهدفين بتوعه في سبع دقائق في الدقيقه 3 ودقيقه 10، وفريق النجوم جاب ثلاث اهداف من الدقيقه 70 ده 8 دقائق 18 دقيقه 8 دقائق في 8 دقائق من الدقيقه 70 ل 77 ثلاث اهداف مظبوط. بيحسب احمد سامي من ولاد النادي الاهلي اللي بتشرف ان انا دربته في النادي الاهلي ثلاث سنوات، الشخصيات المتزنه، الشخصيات المحترمه، بيتقن مهنته، بيعرف يعني ايه بيلعب، امكانيات الفريق بتاعه امكانيات عاديه، ومع ذلك بيخلي ازانه مردودي 6 من 10 تخليها 8 من 10 9 من 10. شفنا قد ايه فريق متاخر بهدفين بيرجع، وفريق لسه في الدوري الممتاز يعني لسه اول سنه بيجيب ثلاث اهداف، فريق غلب الفرق كلها، فريق بتروجيت عامل شغل كويس جدا كابتن طارق هارد لك. لكن بنحيي احمد سامي على ابن من ولاد النادي الاهلي المحترمين والمدربين زي ما حضرتك تفضلت، من المدربين اللي هيبقى ليهم شان كبير في عالم كره القدم ان شاء الرحمن باذن الله. طارق يحيى استقال من تدريب بتروجيت رغم البدايه الرائعه جدا لبتروجيت، لكن في النهايه طبعا وخالد جلال خالد جلال الاقرب للقياده الفنيه لبتروجيت. طب كابتن بلال، المباراه الثانيه جمعت ما بين طلائع الجيش والجونه ونتيجه كبيره جدا، مش ان طلائع الجيش يكسب عادي ما فيش مشكله، لان يعني طلائع الجيش برضه يعني اسم كبير في الدوري، لكن 5-0 هدفين لمصطفى محمد وثلاث اهداف لكابوري. بص طبعا يعني النتيجه مفاجاه جدا جدا، يعني انك انت بتكسب 5 يعني فرقه زي الجونه، فرقه عندها امكانيات هجوميه جيده، فرقه منظمه، فرقه يمكن عملت مباريات جيده يمكن السنه دي كابتن سعيد، فدي انا بشوف ان هي يعني دي بص الصوره دي يا بلال كابتن طارق ده كابتن يعني الصوره بمليون كلمه. طبعا هو سوء توفيق من بدايه الموسم على فكره، يعني كل مباراه للاسف كابتن طارق يمكن يبقى مش النهارده على فكره، هي قديمه بس بتعبر عن حال طبعًا طبعا بس يعني سوء توفيق غير عادي يعني اكيد طبعا يعني فرقه طلع الجيش فرقه كويسه، فرقه منظمه، عندهم امكانيات لعيبه جيده جدا كابتن سعيد، بيهاجموا بشكل كويس جدا، منظمين في نص ملعبهم، كابتن محمد حلمي برده من الناس اللي بتحب التوازن شويه في اللعب، ما بيلعبش حاجه على حساب حاجه، يعني مش من الحته الهجوميه على حساب الحته الدفاعيه، لا عنده توازن بشكل جيد جدا. مشكله الجونه انه دايما بيلعب جيم مفتوح مع كل الفرق، ودي مشكله كبيره جدا في الجونه، جيم مفتوح مع كل الفرق حتى ان كانت امكانيات يعني مع الله مع بلال انت مدرب كويس قوي، انت ما فكرتش في حته التدريب؟ ايه رايك؟ بجد والله ممكن والله والله جدا كمستايل. فهم يعني للاسف في كل المباراه بيعملوا الحته دي، حتى لو كانت الفرقه اللي قدامك عندهم سرعات برضه بيسيبوا الجيم مفتوح، يعني انا شفت اكتر من مباراه يبقى عنده بالنسبه له الجيم عامله يعني الجيم ستريتش بالنسبه له عرضي وطولي، عنده سرعات وعنده امكانيات مهاريه في نص ملعب وعنده امكانيات هجوميه جيده جدا، بس وارد وانت بتلعب فرقه زي طلع الجيش بتلعب على الهجمات المرتده السريعه لازم يبقى عندك يعني حته قفل في الحته الدفاعيه، لازم تقفل بشكل كويس جدا وتعتمد على المهارات اللي موجوده عندك صحيح. وامكاناتك الموجوده قدام، لكن النهارده عشان تفتح الجيم قدام طلع الجيش يا كابتن هو ده النتيجه النهارده بتلعب 5-0 ساعات يعني الحنكه والواقعيه برضو يعني الاثنين مع بعض. طلع الجيش هو الحريص ان هو يكسب على فكره، طبعا فمع الوقت مساحاته هتبقى موجوده فما تستعجلش من اول دقيقه، ده الجون الاول في الدقيقه الثانيه هي المشكله في توتات الاهداف توتات الاهداف النهارده، او في اول دقيقه هدف لطلع الجيش في الشوط الثاني والنتيجه 3-0 مع بدايه الشوط الثاني الهدف الرابع لطلع فالامور الصعبة جت فرصه اللي طلعها مش متذكر مين على الخط المرمى دي، لو انتهت المباراه ب 3-1 كانت ممكن ترجع الجونه تاني المباراه الشوط الاول كانت الشوط الاول طيب سموحه والداخليه 1-1 سموحه والداخليه كابتن علاء عبد العال بيعرف يتعامل مع المباريات الكبيره صحيح. بيعرف يقفل وبيعرف
يلعب على المرتدات وعنده الادوات اللي بيقدر يشتغل بيها وهو بيجيد المباريات دي برغم فرق الامكانيات طبعا ما بين سموحه وما بين الداخليه واللاعيبه هنا وهنا، لكن هو بيقدر يتعامل مع المباريات الكبيره. بس النتيجه عادله. نتيجه عادله. نتيجه عادله. اخر لقاء جمع ما بين المقاولين والانتاج الحربي وتفوق المقاولين في اول فوز لعماد النحاس. بنهني طبعا كابتن عماد النحاس، والحقيقه مدرب رائع جدا. خد فريق المقاولين العرب، وطبعا لازم نحيي الكابتن علاء نبيل. هي تجربه ما كملتش، لكن نتائج الكوره فيها طبعا كل حاجه. عماد النحاس تعادل المباراة، والمباراة ديت لعب من الدقيقة 54 10 أفراد صحيح. ومع ذلك جاب الجول الثاني 64 54 و 64 يعني 14 اختلف يعني. خليها عليا 10 عليك أنا بوصلك فلازم تظبط كلام. لعب فترة كبيرة جدا ناقص صحيح الحقيقة، بس برضو الكابتن مختار الحقيقة كان ضغط عالي جدا، لكن كان في خط الدفاع كان قافل تماما، واستطاع طبعا انه يعني يطلع بثلاث نقاط مهمين جدا بيبعدوه عن قاع الجدول يعني. طيب. الف مبروك وهارد لك الكابتن مختار. طيب كابتن عادل شرفتني. انت دايما مشرف الناس طبعا، بس دايما بكابتن بلال وكابتن اسامه. بلال شرفتني. ربنا يخليك يا كابتن سيد، تسلم. ربنا يكرمك. كابتن اسامه شرفتني. ربنا يخليك يا عرب. طيب يومنا خلص النهارده، لكن حديثنا عن الترجي والاهلي ما خلصش. بكره الساعه 10:30 ان شاء الله الرحمن هنتكلم بقى وهنشرح بالتفصيل على الشاشه التشكيلتين اللي جايين، او من اثنين من اصل ثلاثه، وهنمد كمان واحده لبلال. يعني بلال استحضر لنا في واحده في 4-1 4-1 ممكن كمان نستعرضها مع حضراتكم بكره باذن الله. بقول لكل لعيبه النادي الاهلي في المباراه، اوعى تستخبى ورا حد مهما كانت الظروف ومهما كانت الاحداث ومهما كانت النتيجه. قرب لزميلك في حاله الهجوميه، ساند زميلك، خلي لزميلك فرصه للباص ان هو يسند عليك، او حتى في الحاله الدفاعيه، في الحاله الدفاعيه كمان خليك ورا زميلك على طول. ضغط قريب جدا جدا، اللعيبه من بعضها او قريبه جدا من بعضها. الفوز ان شاء الله الرحمن باذن الله يكون حليف النادي الاهلي، التوفيق من عند المولى عز وجل باذن الله. قلب واحد وكلمه واحده ورجل واحده باذن الله ترجعوا لنا بالكاس بكره 10:30. استنونا.